على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين. تسمى فلسطين سيدتي، أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر. أهلا بك فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بكل مشاهدي الأهلي خط أحمر، وحلقة جديدة نتمنى يعني جمهور الأهلي يسمع فيها الحاجات اللي هو منتظر. بالتأكيد حلقة جديدة، ولكن دائما وأبدا الحكومة المصرية والشعب المصري دائما وأبدا الأكثر حملا لهم القضية الفلسطينية. دائما وأبدا مش هتلاقي فرق بين مواطن مصري ومواطن فلسطيني في هم القضية الفلسطينية. بالتأكيد المواطن الفلسطيني يتعرض للأمر بشكل فعلي، يتعرض للقصف بشكل فعلي، ولكن يعني البيوت تهدم في فلسطين وتهتز البيوت المصرية. دائما وأبدا الشعب المصري لا ينفصل أبدا ولا يتجزأ عن الشعب الفلسطيني. دائما وأبدا إيد واحدة، قضية واحدة، هم واحد، فكر واحد، هو ده حال الشعب المصري اللي تلاقيه دائما وأبدا ما تقدرش تفرق بين ملامحه وملامح الفلسطيني. هو ده الشعب المصري اللي النهاردة أيضا بتلاقي على مر التاريخ حكومة مصرية على مر التاريخ وعلى مر العصور مهتمة كل الاهتمام بالقضية الفلسطينية. هي قضية مصر وليس قضية فلسطينية صرف، لا، قضية أيضا الشعب المصري، قضية الدولة المصرية. يعني مفتقدين وإحنا بنتفرج على الأهلي خط أحمر أسر ومواطنين فلسطينيين كتير جدا جدا كانوا بيسرونا بتعليقاتهم، كانوا بيسرونا بحماسهم. الآن هم في مكان أفضل بالتأكيد، هم شهداء عند ربهم يرزقون. ده الوضع الحالي في فلسطين. اللهم انصر فلسطين وأهلها. والحقيقة وانت بتتكلم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بتشوف على مدار الفترة الأخيرة ازاي تفاعل النادي الأهلي كعد وكعهده دايما مع القضية الفلسطينية، وأيضا قناة النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي اللي بلكت القناة شاشة سودة لمدة 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين. النادي الأهلي اللي من أول القضية وهو داعم بمواقف كتير جدا من أول، يعني مش تأجيل، كان في المفترض احتفال لبعض المنشآت في الشيخ زايد، النادي الأهلي لغى هذه الاحتفالات. النادي الأهلي في كرة السلة تجد اللاعبين بشعار رغم البعض اللي كان رافض ان ده يحصل، ولكن الاهلي كان عنده اصرار بشكل واضح ان ده يحصل في مباراه كره السله في بطوله السوبر. النادي الاهلي اللي اصر على ان يكون التذاكر المفترض اللي تكون في مباراه العوده امام سيبا التنزاني، كل الدخل ده لصالح ضحايا وشهداء فلسطين ولصالح القضيه الفلسطينيه. النادي الاهلي اللي بيطالب بالساعه الكامله من اجل ان يكون في 50,000 على الاقل متفرج اهلاوي داخل الاستاد من اجل زياده الموارد اللي ممكن يتم اضافتها لصالح القضيه الفلسطينيه. هو ده النادي الاهلي دائما وابدا الذي لا ينفصل ايضا عنه جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هتلاقيها شايله هم القضيه الفلسطينيه. في تنزانيا اترفع للقضيه الفلسطينيه، في البحرين اترفع للقضيه الفلسطينيه، في كل مكان هتلاقي جماهير النادي الاهلي داعمه بشكل واضح جدا للقضية الفلسطينية. هتلاقي مصر اللي مش بس رجالها، لا كمان نسائها. وقد ايه كنا فخورين ببنت مصرية بتمثل الهوية المصرية امام الاعلام الغربي المضلل. وقفت بمنتهى القوة عند معبر رفح واتكلمت من منطلق القوة، وازاي اننا مصريين ليس ضعفاء، نحن ليس ضعفاء. اتكلمت ان احنا دائما وابدا هنساند القضيه الفلسطينيه، دائما وابدا بنساند الوطن العربي. هي دي الرياده المصريه في سيده مصريه تمثل نهضه مصر الحقيقيه. اتكلمت امام اعلام مضلل، وقفت عاجزه عن انها تعبر عن اي شيء امام هذه السيده المصريه. رحمه، هي فعلا رحمه، رحمه للامه العربيه وصوره ونموذج للسيده المصريه اللي دائما وابدا عبر التاريخ كانت رمز للمقاومه، وكانت لا تقل أبدا في دورها عن الدور اللي بيقوم بيه رجل المقاومة المصري. هي دي مصر، وهو ده شعبها، وهو ده أهلها، وهو ده دائما وأبدا هم قضيتنا القضية الفلسطينية. فارس، اللي هي قضية بالنسبة لنا ما فيهاش أي رفاهية،
قضية واحدة ومصير واحد، وهي قضية مصر، هي قضية كل مصري وكل عربي. احنا مفترض يعني نفطن جيدا أن هذه القضية غير منفصلة عن الشارع المصري. ده اللي شفناه، ده اللي لمسناه في الأيام الأخيرة، صوت الناس في كل حتة. قضية هي قضية مصرية قبل أي شيء، هي تتعلق أيضا بالبقاء المصري وتتعلق بمقدرات الشعب المصري. عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. هي دي الكلمات حين هوت القدس، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. هي دي الفكرة، السلام يبدأ من هنا، السلام يبدأ من المنطقة العربية. الأمور لا يتعلق فقط بفلسطين أو مصر، الأمر يتعلق بمقدرات شعوب ومصائر شعوب. وأنا عايز أقول حاجة، هذه القضية طول عمر الأدباء والمثقفين والساسة المصريين عندهم فطنة وحكمة وإدراك لأبعادها مش اللحظية، وده المهم وبكررها، مش اللحظية. انت دايما شايف بكرة، دايما مهموم ببكرة، دايما سابق بخطوة فيما يخص القضية الفلسطينية. وعشان كده في أمور كتير جدا حابب أتكلم فيها، وفي جزئية حابب أقف فيها. لما بقول فكرة المثقفين، يعني الأديب الكبير العالمي الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، حينما كان يتوج بجائزة نوبل واستلمها المفكر المصري والأديب محمد سلماوي 1988، كانت الكلمة التي ألقيت والخطاب اللي كتبه نجيب محفوظ من 1988 مهتم بالقضية الفلسطينية ويعي جيدا القضية الفلسطينية، وهي دي القصة. شوف انت ازاي شايف مشهد في مفكر واديب مصري بارع زي نجيب محفوظ، مدرك كل التفاصيل ومدرك صميم وعمق المسألة. قال ايه نجيب محفوظ؟ قال في الضفة وغزة أقوام ضائعون رغم أنهم يعيشون فوق أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، هبوا يطالبون بأول مطلب حققه الإنسان البدائي، وهو أن يكون له موضع مناسب يعترف لهم به. فكان جزاء هبتهم الباسلة النبيلة رجالا ونساء وشبابا وأطفالا تكسيرا للعظام وقتلا بالرصاص وهدما للمنازل، ومن حولهم ملايين العرب يتابعون ما يحدث بغضب وأسى مما يهدد المنطقة بكارثة إن لم تتداركها حكمة الراغبين في السلام الشامل والعادل. هي دي الفكرة. هذا رجل كان دايما معني بالحارة المصرية وبالفكرة العربية، وهو خرج للعالمية من رحم المعاناة العربية والمصرية، فكان مدرك. وانت بتقول كلمة التتويج بجائزة نوبل، كانت فلسطين وكانت غزة في قلبك، وكانت الكلمة متعلقة بجراح وألام هي جراحنا كلنا. وطبعا زي ما قلنا كل مصري بيعبر عن ده، ما فيش حد ملوش دور، والنادي الأهلي من مؤسسات مصر وكان دوره واضح. النادي الأهلي بكل السبل اللي اتخذها، تبرع بالدماء، تخصيص عوائد، يعني إيقاف بس على مدار أيام من خلال منصاته، أشياء كتير جدا عملناها، لأن النادي الأهلي شأنه شأن الأندية المصرية، شأنه شأن المؤسسات المصرية، شأنه شأن المواطن المصري. دي قضيته ودي رسالته، وهي دي القضية وهي دي الرسالة، وكوني أنسى دي الاستحالة. وعشان كده بيان النادي الأهلي اللي بيطالب فيه الجهات الأمنية ب يعني الساعة الكاملة لاستاد القاهرة، يعني العنوان بتاعه واضح وصريح: عاشت فلسطين حرة.
الأهلي يطالب بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة لتعزيز فرص جماهيره في دعم الأشقاء بفلسطين. تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الأفريقي لكرة القدم. جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء. بالتأكيد كلنا ثقة في الجهات الأمنية بالموافقة على طلب النادي الأهلي، كلنا ثقة في جماهير النادي الأهلي أنها يعني تقدر أنها تحجز كل التذاكر لحضور هذه المباراة، وأيضا كلنا ثقة في وعي جماهير النادي الأهلي في التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية داخل أجواء وداخل مدرجات المباراة، وأيضا بالتعاون الكامل مع الأمن المصري اللي بالتأكيد حريص كل الحرص أيضا ومهتم نفس همك بالقضية الفلسطينية حتى تخرج هذه المباراة بشكل يعبر عن مصر ويعبر عن شكل جماهير النادي الأهلي. عندنا طبعا يا فارس كلام عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، لكن لو في مداخلة، المداخلة جاهزة؟ لا لسه، تمام. أعتقد خلاص. كان في الجزء الأول رسالة مهمة كعادة الأهلي خط أحمر، وزي ما اتكلمنا دايما بنقولها لكم هنا، النادي الأهلي لديه دور مجتمعي، ومع الوقت أدركتوا أن النادي الأهلي لديه دور قومي، دور وطني، دور منذ النشأة يتمسك به، لا ينفصل أبدا عن مصر وعن قضايا مصر وعن هموم مصر. نشوفكم بعد الفاصل وكلام مهم جدا في الأهلي خط أحمر. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر. الاهلي بيفتتح يعني شريط البطوله المستحدثه الدوري الافريقي بتعادل مهم جدا، كان في الامكان افضل بالتاكيد مما كان، اهدرنا فرص محققه بل اهدرنا اهداف محققه، ولكن قدرنا في النهايه بعد ما اتعمل علينا ريمونتادا اثناء المباراه وتحديدا في بدايه الشوط الثاني ان انت ترجع بالتعادل بنتيجة إيجابية 2-2. يمكن مارسيل كولر تحدث أنه مش مبسوط عن هذه النتيجة، ولكن على الأقل النتيجة دي بتعلي من فرص الصعود لمواجهة سان داونز بنسبة كبيرة. سان داونز، لأن سان داونز قبل الحلقة بدقائق معدودة فاز خارج أرضه على بيترو أتلتيكو الأنجولي 2-0، والحقيقة ويليامز حارس مرمى سان داونز عمل مباراة كبيرة جدا وذكر الناس بأطهر الطاهر وتصدى لركلة جزاء أثناء المباراة، وبالتأكيد نتيجة خارج الأرض 2-0. كرة القدم فيها كل شيء، ولكن أصبحت شبه مواجهة محتملة بقوة ما بين الأهلي وسان داونز يوم الحد، مش اللي هو بعد بكرة. أنت عندك هتلعب الثلاث مباراة العودة وهتلعب يوم الأحد إن شاء الله تفوز، وإن شاء الله يوم الأحد يكون عندك مباراة في جنوب أفريقيا، وده توقيت صعب جدا وضيق الوقت في البطولة دي، ولابد من مراجعة بعض السلبيات في هذه البطولة. لكن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة. النادي الأهلي يا فارس كان ممكن يفوز، كان ممكن يحقق رقم كبير جدا في الفوز، سواء في الشوط الأول اللي قدرنا فيه بالفعل فرص محققة، وكمان كان ليك ركلة جزاء لم تحتسب بفعل فاعل من حكم تعمد إن هو يعني يسقط القانون أرضا في مباراة الأهلي وسيمبا، وأيضا في الشوط الثاني وتحديدا بعد التعادل والمرتدات كان عندك فرصة إن أنت تفوز بمباراة بنتيجة كبيرة على سيمبا التنزاني في أول مرة تحقق الأداء ده والفرص المحققة دي في مباراة سيمبا الفترة الأخيرة. أنا أعتقد إحنا هنضيف للتحكيم المصري مش بخير، التحكيم الأفريقي مش بخير. ده حقيقي. وإحنا اللي هو جزء داخل الكل والكل مش بخير. أنا حاسس إن إحنا عالقين. والله بجد يا جماعة، أنا حاسس إن النادي الأهلي عالق داخل أداء تحكيمي أو مستوى تحكيمي داخل القارة وداخل الدوري المصري والمسابقات والمنافسات المصرية، وضع صعب قوي. يعني انا مش عايز ابدا بالتحكيم، انا عايز ابدا بان انا امبارح كنت سعيد قوي بالكلام كله لسبب، لان احيانا بشوف ان احنا دايما البعض بيروح لفكره ان لا احنا كنا كويسين، كويس النتيجه ده خارج الارض. لا يا جماعه، انا بعد المباراه غير راضي. غير راضي ليه؟ ما هو في فرق ان انت تبقى غير راضي عشان حاسس ان ده اخرك ودي امكانياتك. لا، سكواد النادي الاهلي الموجود بعيد جدا، وسكواد النادي الاهلي هو الاقوى داخل القاره رقميا وفنيا. يعني انت مش حتى سكواد على الورق
في اللي هو لاعب متقله احيانا يبقى فيه ايه سكواد متوسط، ولكن في لاعب او اتنين بقيمه تسويقيه عاليه جدا فيخليك تحكم على السكواد غلط. لا، انت سكواد متوازن، ارقامه قريبه من بعض، ولكن عندك افضليه كبيره جدا. فانا امبارح شفت الافضليه دي في الملعب، وتخيل بقى دي من افضل المباريات ان النادي الاهلي لعبها في تنزانيا امام سيمبا. طب امال ليه مش راضي؟ لان النتيجه كانت ممكن تخرج افضل من كده. اخطاء مركبه، سواء تركيز، غياب تركيز كبير جدا امام المرمى، او على مستوى اخطاء دفاعيه محتاج كولر يقف عندها كتير جدا، ومحتاجين نفكر في فكره خط الدفاع، وانت عندك سكواد فعلا قوي. ولكن رفع الكفاءه في بعض المراكز منها فكره السنتر باكس شيء مهم جدا، وانا بشوف ان النادي الاهلي محتاجه بشكل كبير. فانا غير راضي ليه؟ عشان انت افضل في الملعب، عشان انت عملت مباراه كبيره جدا، عشان انت كنت تقدر تخرج بفوز يريحك هنا، وده كان مهم جدا ان هو يحصل. فانا اللي خلاني زعلان ان انت النتيجه النهائيه اللي طلعت بيها كنت ممكن تخرج بنتيجه افضل بكتير جدا، وكنت سعيد ان دي الفكره اللي عند كولر. يا جماعه، فكره التبرير وفكره خلق الاعذار وفكره كذا، لا، الفريق عنده قدره، عنده مقاومات، واللي مريحني كمان في اللي جاي ان انا واثق ان في ان شاء الله باذن الله باذن الله في مباراه العوده انت لديك افضليه فنيه، لو عكستها داخل الملعب اكيد هتقدر تحسم المباراه وبشكل جيد. بطوله كبيره، بطوله اعتقد يعني كان فيه اهتمام امبارح ان هي تخرج بشكل يعبر عن بدايه طليق بان البطوله دي بتتزق، ان هي يكون لها قيمة مهمة جدا داخل القارة. واعتقد يعني كانت في ظواهر ايجابية امبارح، برضو اعتقد احتفال لاعبينا والمشهد اللي خرجوا بيه، اعتقد هو ده المكسب الكبير جدا جدا جدا. كانت لقطة جيدة، لقطة رائعة، وصلت لقلوب كل الناس وايضا جمهورنا داخل الملعب. أكيد يا فارس، وبعيدا عن الاحتفال اللي بالتأكيد يعني اتكلمنا فيه، وعن تضامن النادي الأهلي مع القضية الفلسطينية، عندنا نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، وهي بتمنح كريدت كبير لمارسيل كولر، إن الفريق هو النجم. تخيل أنت بتلعب بعد توقف دولي بسبب رحلة طيران بيغيب عنك أحد أبرز نجوم الفريق، ورقميا الموسم الماضي مساهم تقريبا في 40% من أهدافك، وهو علي معلول، ما يكونش موجود، يكون عندك إمكانية إن أنت تشرك إمام عاشور بعد تمام الشفاء 100%، لأن ما كانش هيتواجد على دكة الاحتياط إلا وهو واخد من طبيب الفريق إن هو 100% سليم، والأمر يخضع للأمور الفنية لمارسيل كولر. ما لعبش إمام عاشور المباراة بشكل كامل، حتى غياب مودست لإصابته بنزلة برد، كل الأمور دي، ولكن قدر كولر إن هو يقول بوضوح شديد وبشكل عملي إن النجم هو الفريق، مفيش لاعب هو النجم، بالعكس منح فرصة كاملة تقريبا للدبيس احتياطي علي معلول، ومش عايز اقول احتياطي واساسي، ولكن اللي لعب مكان علي معلول ونزل بعد كده خالد عبد الفتاح لنزول حسين الشحات في الامور والمهام الهجوميه، فيكون خالد يقدر ياخد اجواء الملعب ويقدر يعمل التغطيه بشكل جيد جدا على حسين الشحات. فكولر وصل رساله امبارح ان انا عندي سكواد اقدر العب اي 11 لاعب، ما اقدرش انسى كمان غياب محمد عبد المنعم، وقيمه محمد عبد المنعم من وجهه نظري افضل مدافع داخل قاره افريقيا، داخل قاره افريقيا هو محمد عبد المنعم، وصاحب هدف الفوز بالبطوله الماضيه، ويكون مش متواجد، ولكن انت عندك ثقه في كل اللاعبين، ممكن يكون عندك بعض التحفظات على بعض المستويات اللي كان المفترض تتقدم بشكل افضل، ولكن انت وصلت رساله للجميع، النجم عندي هو الفريق. وده مهم جدا 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 للمدير الفني بيقود فريق بحجم النادي الاهلي، والنجوم اللي وفرتها اداره النادي الاهلي لمارسيل كولر في هذا الموسم. الحقيقه زي ما قال فارس، الامور الفنيه بعيده عن سيمبا، ومش قلقانين، برغم ان فريق سيمبا فريق بيقدم كره قدم حقيقيه، لا بيروح لتضييع وقت ولا بيروح لعنف مبالغ فيه، وبيلعب كره قدم حقيقيه، وبالتالي احنا نقدر نجيد امام هذه الفرق، وباذن الله بطاقه التاهل تكون لصالح النادي الاهلي. واسعاد جماهير النادي الاهلي اللي هي وهي في تنزانيا ما نسيتش القضية الفلسطينية. ممكن نستعرض الصورة اللي من قبل المباراة ولقطات الجماهير في المدرج وهي بترفع اللقطة الفلسطينية، وأيضا بعدها على طول رد احتفالات لاعبي النادي الأهلي بعلامات النصر طبعا. والجميل في الموضوع أن كل دكة الاحتياط راحت عند رضا سليم اللي سجل أول أهداف البطولة دي عشان يدخل التاريخ، أول لاعب يسجل في الدوري الأفريقي هو رضا سليم. والحقيقة كانت لقطة
طبيعيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ودي طبعا لقطه احتفال كهربا بالهدف الثاني واللي عقب عليها ان هو حتى لو كان صوته محدود هو قادر يقدم الصوت ده لدعم القضيه الفلسطينيه. هو ده طبيعه النادي الاهلي والحقيقه طبيعه الانديه المصريه بجماهيرها بلاعبيها، يعني ممكن يكون استثناء بسيط لبعض الانديه اللي ملهاش اي دور في الدعم ده، ولكن الانديه الشعبيه بشكل واضح جدا يعني عندها دعم واصل للقضيه الفلسطينيه. ده حقيقي يا اسامه، وزي ما احنا اكدنا يا جماعه هذه القضيه يعني الجميع لديه ادواره فيها حسب موقعك وحسب دورك، واكيد كلنا خلف بلدنا وخلف وطننا اللي قضاياهم دايما واحده. واعتقد المباراه على مستوى الارقام حتى اسامه يعني زي ما انت قلت فريق سيمبا يا جماعه من الفرق اللي تحب تلعبها، حتى تلاقي مبارياتك يعني سيمبا تعمل معاه مباريات صعبه خارج الارض، تيجي هنا ممكن تلاقي نفسك كسبته قبل كده بهيفي سكور. يعني هو فريق بيلعب كره قدم لكره القدم، وهو فريق من الفرق اللي فعلا تحب تلعبها، وهو فريق انا بشوف ان مبارياته دايما بتكون حماسيه وتنافسيه وبيضيف، يعني حتى مبارياته دايما تلاقيها مع الوداد فريق ممكن يعمل مفاجاه في اي لحظه، وفريق دايما بيقلل الفروق الفرديه بينه وبين اي فريق، لانه فريق عرف يكتسب خبرات كبيره جدا جدا في اللعب في افريقيا. يمكن يانج افريكانز التنزاني هو فريق ليه افضليه في المسابقات المحليه هناك، ولكن هو مش بشراسه ولا بقدرات سيمبا دايما في البطولات الافريقيه. ليه؟ يعني سيمبا يا جماعه عنده شخصيه افريقيه وعنده ذكاء في اللعب في المنافسات دي. اعتقد الارقام كانت جيده جدا انك توصل لارقام زي دي خارج الملعب، ان انت يبقى عندك 12 تسديده على مرمى المنافس، اعتقد ارقام كانت كبيره جدا، وقدرت تسجل هدفين وقدرت تضيع. وطبعا كان هناك امور تحكيميه هنتطرق ليها فيما بعد صعبه جدا جدا، رغم كل شيء كانت ممكن تسهل عليك المباراه. انا فارس لو كنا جبنا في الاحصائيه دي الاكسبكتد جولز كان هتبقى ارقام النادي الاهلي، لان الفرص الحقيقه اللي غدرت في سواء الشوط الاول او الشوط الثاني كانت فرص محققه بشكل كبير جدا. وخلينا نطلع نسمع كلام مارسيل كولر بعد انتهاء المباراه بالتعادل 2-2 عشان عندنا تعقيب بالتاكيد مهم جدا. الشوط الاولاني عملنا ماتش كويس جدا، خلقنا فرص كتير جدا، كان المفروض نجيب على الاقل 3 اهداف من الاهداف من الفرص الكتيره اللي خلقناها. انا دلوقتي لسه شايف اللقطه بتاعت ضربه الجزاء مره ثانيه من زاويه ثانيه، ضربه جزاء واضحه جدا. انا مش عارف ازاي ان حد يطلع يشوف الصوره في الفيديو او اللقطه في الفيديو وما يقررش انها ضربه جزاء رغم وضوحها الشديد. انا بنتهيالي ان ده كان قرار خاطئ من حكم المباراه، لكن اللي حصل اتقدمنا في النتيجه الشوط الاولاني. الشوط الثاني سيمبا رجع في المباراه وضغط علينا، قدر ان هو يجيب جونين وعن استحقاق بصراحه، وخصوصا ان احنا ما كناش بنلعب باصرار، ما كناش بنلعب خطوطنا متقاربه، ما كناش بنلعب قدام كمان بنفس الشجاعه اللي احنا لعبنا بيها الشوط الاولاني، لكن التوفيق كان معانا وقدرنا ان احنا نجيب جول تاني، وضيعنا كمان اهداف تانيه في اخر الشوط التاني كانت ممكن ان احنا تغير النتيجه. في النهايه النتيجه لازم نتقبلها، ورغم ان انا مش مبسوط من النتيجه، لكن اكيد نتيجه 2-2 بتسهل لنا ماتش العوده. بالتاكيد الموقف ما كانش احسن حاجه، بس انا ما بحبش الحجج، لان لو رميت دعه هتبقى شماعه او حجه وانا ما بحبش ده. بالتاكيد الموقف ما كانش احسن حاجه، ان انا اللعيبه تجيلي في اخر يوم اتمرنوش مع الفريق، الفرقه كلها ما اتمرنتش مع بعض غير تمرينه واحده بس، ده قليل جدا ومش كافي لروح الفريق والترابط والانسجام وان احنا نقدر نجهز نفسنا للمباراه. لكن انا مره ثانيه مش عايز اذكر السبب ده، لان انا ما بحبش ادور على حجج. اهم ما يميز مارسيل كولر في قيادته للنادي الاهلي ان هو دائما وابدا لا يبحث عن شماعات، مع انه قادر ان هو يبحث عن شماعات ويقدر يلاقي القصه ويلاقي الحجج الكتير جدا اللي ممكن يعني اخفاقاته البسيطه اللي حصلت على راسها، مثلا الاخفاق اللي هو في بطوله السوبر الافريقي ان هو يعلق شماعه التحكيم، ولكن هو هنا بيبقى عايز حقه وبيلفت الانتباه وبيقول على السلبيات وده دوره الحقيقه، ولكن في النهايه ما بيقفش عندها. يعني لما بيتكلم عن ان الفريق ما تدربش غير تمرينه واحده مع بعض، انت بترجع من التوقف الدولي، والحقيقه انا مش فاهم الاتحاد الافريقي في دور ودور تحديد مواعيد المباريات سواء في دوري ابطال افريقيا مع التوقف الدولي، ودخلنا في ازمات كتير جدا مع المنتخب المصري بسبب القصه دي، ودخلنا مع منتخبات اخرى بسبب القصه دي، لان انت عندك لاعبين محترفين وعندك 11 لاعب من النادي الاهلي بيمثلوا المنتخبات الوطنيه، فمش فاهم بصراحه ازاي يكون هي دي المواعيد اللي بتحط ليه
دوري الأبطال أو الدوري السوبر. اتكلم عن نقطة تانية وهي واضحة الحقيقة وكان لازم يتكلم عنها، وهي نقطة التحكيم. الحكم الموريتاني دحان، لا الحقيقة دحال، دحال التحكيم الأفريقي مع النادي الأهلي وتحديدا مع كهربا. يعني كأن في قرار ضمن كده للتحكيم الأفريقي لا تمنحه كهربا ركلات جزاء. يعني كهربا في السوبر الأفريقي له ركلة جزاء شبيهة بدي، وركلة جزاء واضحة وصريحة ولم يتم احتسابها، ولم يتم إسراء حكم الساحة من قبل حكم الفار. المرة دي حكم الفار عمل كل حاجة ممكنة الحقيقة، إن هو جاب دحان وتعالى شوف من الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي، ولكن في زاوية اللي هي واضحة جدا إن دحان شاف نفسه قريب قوي من اللقطة وعينه على اللقطة واتنين متر بينه وبين اللقطة. هيبرر إزاي إن هو عمل نفسه مش شايف؟ هيبررها ازاي؟ لا عادي جدا، ده جات له لقطه مره واثنين وثلاثه واربعه بتقول ركله جزاء ومع ذلك رفض يطبق القانون. ده بالنسبه لي ما ينفعش اقول ضعف تحكيم. انا بالنسبه لي مواقف ضعف في التحكيم دي ممكن نقولها في لقطات تانية مختلفه عندي، لكن لا، دي كره لا تقبل وجهات النظر من وجهه نظري، لا تقبل وجهات النظر. واضحه وصريحه ويمكن اتكلم عنها مارسيل كولر، وعجبني ان هو اتكلم بعد ما شاف، لان قال وانا في الملعب انا شايف ركله جزاء، لكن كنت مهم جدا ان انا اتكلم لما اشوفها فيديو وهي لقطه ركله جزاء واضحه. واتكلم طبعا زي ما قلنا ان هو مش مبسوط عن النتيجه، وقال جمله قال لازم نتقبلها. تخيل انت بتلعب مع سيمبا وكانت نتائجك سلبيه معاهم الفتره الاخيره، بتتقدم ثم بترجع ثم بترجع تتعادل وبتضيع فرص كتير جدا وبتقول على نتيجه 2-2، لازم تتقبلها، وفي النهايه هي نتيجه هتسهل علينا مباراه العوده الى حد ما. ولكن طبعا انتوا عارفين كولر فاز على سان جورج 3-0، لعب الماتش الثاني عشان يفوز 4-0 ورفض ان هو يريح لاعبين او يعمل روتيشن. هو عنده قناعات ان دائما وابدا المباراه المقبله فارس هي اهم مباراه للفريق، ويمكن ده اللي منجح مارسيل كولر مع النادي الاهلي. ده حقيقي، لان هو عنده خطواته وعنده توليفته وعنده التحضير الجيد للمباراه، وهو دايما بيقرا مش بس الخطوه اللي هو فيها. ودايما انا بشوف ان من مميزات كولر ان عينه مش تحت رجله، يعني هو مش باصص تحت رجله وخلاص، لا كولر باصص دايما لقدام، دايما عنده افكار مركبه بتكون بتاعه المرحله دي والمرحله اللي بعدها. ودي من صفات المدرب الجيد اللي يقدر يحقق نتائج ممتده جيده، مش فكره انك تلاقي تباين، الماتش ده محضر له كويس بعد كده عندك ازمه، لا ده مش هتلاقيه حاصل مع مارسيل كولر، وهو شخص يجيد بشكل كبير جدا استخدام ادواته. ويمكن هو دايما انا قلت كده يا جماعه قصه كولر التفاصيل، هتلاقيه في المؤتمر الصحفي، هتلاقيه في حواراته، هتلاقيه في أي حاجة، دايماً شخص يعشق التفاصيل وشخص دايماً بيشتغل على التفاصيل ودايماً يتحدث على التفاصيل، سواء تفاصيل تحكيمية دايماً مدرك بيها، ولكن لا يأخذ حج، شخص عارف السفر والإرهاق والأجندة التي وضعت للنادي الأهلي، وده قدرك، وده قدرك كنادي أهلي. وشفنا الاتحاد الإفريقي وشفنا هنا المسابقات المحلية وشفنا التعارض والتضارب اللي النادي الأهلي هيمر بيه كمان مع لعب اللعيبة في المنتخبات. كولر مدرك ده ولكن لا يبرر بيه أي نتيجة. كمان كولر كان لديه حديث آخر بعد المباراة، نشوفه ونرجع معكم. إيه رأيه في نتيجة المباراة؟ وهل نتيجة المباراة مرضية له؟ وهل ممكن تسهل مباراة القاهرة؟ Was ist Ihre Meinung über das Ergebnis? Und sind Sie zufrieden mit diesem Ergebnis und kann das Ergebnis dann das Rückspiel dann einfacher machen? Ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Also schlussendlich müssen wir mit dem 2-2 zufrieden sein. Aber wir haben in der ersten Halbzeit haben wir drei riesen Möglichkeiten, wo wir einfach konzentrierter sein müssen und Tore schießen müssen. Und das ist uns nicht gelungen. Und dann ist eigentlich Simba ist dann zurück ins Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit. Und das war, ja, weil wir natürlich eben auch in der ersten Halbzeit nicht diese Tore erzielt haben, die absolut möglich gewesen wären. انا مش سعيد بالنتيجه ومش مبسوط بيها. احنا ضيعنا كور جوان كتير جدا، ضيعنا فرص كتير بالذات الشوط الاولاني، كان عندنا 3 فرص محققه، المفروض كانت النتيجه تطلع اكبر من كده من الشوط الاولاني والماتش يتحسم، لكن احنا للاسف ما حصلناش اهداف. هنضطر ان احنا نقبل النتيجه زي ما هي، واحنا ما فرطنا في الاهداف دي او الفرص دي. سيمبا عاد للمباراه في الشوط الثاني وضغط علينا ضغط كبير، قدر ان هو يجيب جونين، احنا اتعادلنا برضه، ضيعنا كور تانية في الشوط الثاني، فتضييع الاهداف كان ممكن ينهي المباراه من الشوط الاولاني بنتيجه مريحه، لكن هذه كره القدم. بالنسبه لتغييرته لمحمد مجدي قفشه في الشوط الثاني، ايه سبب التغييره بالرغم ان هو عامل 2 key passes للهدفين؟ Haben Sie dann Afscher dann ausgewechselt, obwohl dann er 2 key passes gemacht haben dann für 2 Tore.
Ja, weil wir da noch mehr Defensive brauchten, weil der Gegner stark gekommen ist und ich da noch mehr Defensive bringen wollte. عشان انا كنت محتاج ناس عندها قدرات دفاعيه اكتر في نص الملعب، خصوصا ان المنافس بدا يضغط علينا، بدا يمتلك نص الملعب، فكنت محتاج ناس عندها قدرات دفاعيه اكتر عشان نتحكم ونمسك المباراه مره ثانيه. قال ايه شفناه بعد المباراه واقف مع صلاح محسن، يا ترى قال له ايه؟ يان زي جزين دان شتانن مت صلاح محسن بس هم زي ايم جزان. Sorry, aber nicht. Ja. Wir haben mit ihm gestanden nach dem Spiel. Was haben Sie ihm gesagt? Ja, dass er gerade aufs Tor rennen soll mit seiner Schnelligkeit und das Tor schießen und nicht dann noch versuchen zu passen, sondern gerade aufs Tor und Tor versuchen zu erzielen. قلت له انه لازم يروح على الجون على طول، يستغل سرعته ويروح في اتجاه الجون، ما يفكرش في تفكيرين، ياخد قرار واحد ويروح في اتجاه الجون ويجيب جون بس. كلام مستر مارسيل كولر يعبر عن اللي احنا كنا بنقوله، التفاصيل ثم التفاصيل، سواء كلامه اللي اسامه كان بيكلمكم فيه وهي فكره نتيجه الذهاب، كولر دايما بيتعامل مع كل مرحله الرغبه هي الفوز، الهدف هو الفوز، ما بيستندش لاي نتيجه، وشفنا التعامل في المباريات اللي مرينا بيها كلها بنظام الذهاب والعوده، ازاي كولر كان عنده استراتيجيه خاصه بكل مباراه مش معتمده بالضروره على نتيجه المباراه الاولى. كمان حديثه عن أفشة كان مهم جدا، هو الرجل يقدر ما قدمه أفشة في المباراة، يرى أنه قدم أداء جيدا، ولكن كان بيرى أنه هو في الوقت ده أصبحت استراتيجيته في المباراة مختلفة. يمكن أنا بشوف أن هو فعلا كولر في وقت من الأوقات حس، يمكن ده كمان في التغييرات اللي نزلت دفعة واحدة، كولر كان بيفكر في شكل كبير جدا أن الفريق بدنيا يا جماعة برضو في أمور، أنت كنت مريح بقالك فترة، عندك توقف دولي، ما لعبتش مباريات، فانت رايح لفكرة المباراة في تنزانيا في ظروف مش سهلة، ملعب يا جماعة تنزانيا واللعب مع سيمبا في فريق عنده سرعة كبيرة جدا، عنده قدرات بدنية كبيرة جدا، فانت في مرحلة في المباراة بتبص للجانب البدني، وهنا كان تفسير مارسيل كولر ان في لحظات كنت انت احتجت تعمل اتزان بدني وسيطرة على نص الملعب وادوار دفاعية. هنا بقى اللي محتاج اقف عنده في كلام كولر، وهو رسالته لصلاح محسن. عجبني جدا السؤال، وهو انت كنت بتقول ايه لصلاح محسن او اتكلمت معاه في ايه قبل ما ينزل؟ هو كان بيقول ان هو بيكلمه ان ما يفكرش تفكيرين، ما يكونش عنده تشتت في التفكير، ويكون عنده تركيز واضح، ويكون يستغل سرعته ويروح على الجون مباشره. اعتقد كولر ببساطه كلمنا في اللي احنا دايما بنقول ان هو ميزه صلاح محسن، قدره على الاختراق، السرعه، وهنا بقى انك لازم تترجمها بقرار جيد وانهاء هجمه جيد. انا حابب اقول شيء، صلاح محسن لاعب عنده امكانيات، عنده امكانيات، ولكن اتمنى ما يعيدش وما يكررش تجاربه السابقه مع النادي الاهلي. بمعنى انت لازم تفهم معادله في النادي الاهلي. النادي الاهلي لو انت عندك باور معين بتديه او قدرات معينه او مستوى تركيز معين، عامل زي بيروح الجيم بيشيل مثلا البار ده متعلق فيه مثلا 10 كيلو، بيعمل مجهود على قد ال 10 كيلو. لو انت بتشيل 50 و100 كيلو بنفس الجهد والطاقه اللي كنت بتشيل بيهم ال 10 كيلو لما بتروح قبل كده، مش هتقدر تشيلهم. هي دي الفكره، النادي الاهلي ال 50 وال 100 كيلو. والله العظيم النادي الاهلي ال 50 وال 100 كيلو اللي محتاج جهد مش مضاعف، عشرات الاضعاف. محتاج ان انت تدي 100%، ال 99% في الاهلي ما ينفعوش. ال 99% في الاهلي ما ينفعوش. وبص جنبك في التجارب الاخرى مين المنافسين، وبص في النادي الاهلي شكل المنافسه عامله ازاي. اللي بيلعبك او اللي بينافسك هو اللي بيشيل ال 50 وال 60 وال 70 كيلو. فلو انت مش بتدي جهد انك تعرف تشيل ال 100 كيلو، مش هتقدر تدي مع النادي الاهلي. فدي رساله، اتمنى ان صلاح محسن يدي 100% من طاقته وتركيزه، ويعرف ان ده السبيل الوحيد الوحيد حرفيا ان هو يكون ليه فرصته واضافته في النادي الاهلي. خاصة ان الفرصة متاحة بشكل كبير جدا، انت بتلعب مباريات كتير جدا، بتشارك في بطولات كتير جدا، اعتقد هتلاقي مساحة من الوقت تقدر تستغل فيها امكانياتك. القصة عندك انت، اعتقد مارسيل كولر داعم بشكل كبير جدا لكل لاعبيه الحقيقه، وبيحاول يطلع اقصى ما لديه. ولكن مارسيل كولر قالها قبل كده في مؤتمر صحفي واضح، قال لك اوعى تنسى دور اللاعب، انا ممكن اساعد اللاعب ولكن على اللاعب ان هو يساعد نفسه.
وكالعادة هنا في برنامجنا لما بنيجي نتكلم عن فكرة أخطاء تحكيمية مش بنقول وجهة نظرنا، لأن ربما البعض يتفاهم أن وجهة نظرنا نبع من تشجيعنا للنادي الأهلي وميولنا الشخصية للنادي الأهلي. لا، بنتكلم دايما بأراء خبراء التحكيم، وأعتقد مفيش خبير تحكيمي مش هيقول على لقطة جزاء كهرباء أمام سيمبا التنزاني أنها ركلة جزاء صحيحة، ولكن للكابتن ياسر عبد الرؤوف توضيح للقطة وقرار حكم الساحة واستدعاء حكم الفيديو في الفيديو اللي هنشوفه ده. نسمع الفيديو ونرجع نعقب. طبعا هو الكوره هنا اتلعبت ومكانه الحقيقه هايل، يعني مكان الحكم مفيش احسن من كده. وبعدين حصل السقوط واستمرار اللعب، حكم الفار اتدخل وبدا يقول له ان احنا عندنا مشكله، جاب له اول زاويه. اظن واضح جدا ان الراجل ما وصلش للكوره ورجل المدافع وصلت لرجل كهرباء اثناء حركتها، فبالتالي ادت الى سقوطه. طيب سكت حكم الفار، لا جاب له زاويه ثانيه افضل من الاولى بس. ونمشي هنا فريم فريم عشان يبان هو وصل الكوره ولا لا. حاليا كهربا استلم، وبعدين الرجل الشمال مع الرجل الشمال للمدافع، الكوره في حوزه اللاعب، اللاعب مسيطر عليها، رجليه في حيز اللعب، يعني هو ما منعش رجل المدافع ان هي توصل للكوره، المدافع هو اللي راح باهمال وارتكب المخالفه. الحقيقه مكانه كان متميز جدا ولكن ما قدرش يوصل للقرار السليم، ركله جزاء غير محتسبه. حكم الفار اتدخل معاه وجاب له الصور بتاعتنا دي، وكمان يا ريت يجيب الاوفسايد رايت عشان نشوف في الملعب المساعد عمل ايه. برضه في الاعداد بتاعت الحكم الفار هنلاقي ان المساعد تلقائي بدا يتحرك بعد السقوط ده، ان هو هيجري ياخد مكانه، لما ما لقاش الصفاره فضل واقف زي ما هو، لا روح بقى خلاص اللي هي دي ركله جزاء. بصراحه جبت علامه استفهام، يعني مكان الحكم دايما يقول لحضرتك اذا الحكم افتقد المكان افتقد القرار. بص المساعد مكان الحكم نراقب بس المساعد بس. اقوى من الفار بكتير، ده قدام الكوره. ما هو زاويه رؤيته واضحه ومفيش حد حاجب عنه الرؤيه، هو كل تقديره او هو ما خدش القرار بركله الجزاء على اساس ان كهربا هو اللي حط رجليه وبيمنع المدافع، والحقيقه ده ما حصلش قدامنا. لا الكوره طبعا في حيز لعب كهربا، وبالتالي ركله الجزاء والقرار، يعني الحقيقه الحكم ما قدرش يوصل له، وحكم الفار الجزائري قدر ان هو يوصل له صور ولكن ما قدرش ان هو يوصل القرار، ما اقتنعش بالصوره اللي قدمها له او المستند اللي قدمه له ان هو يحتسب الحاله ركله جزاء. اعتقد كلام كابتن ياسر عبد الرؤوف واضح جدا ان في اصرار من حكم الساحه ان هو يتجاهل احتساب ركله الجزاء، واثنى على دور حكم تقنيه الفيديو اللي جاب له كل الزوايا الممكنه اللي بتؤكد ان مفيش اي شك على الاطلاق ان مدافع سيمبا لمس الكره او لعب على الكره، وحتى كمان بدايه الكره ان ما فيهاش اي تسلل. ولكن ده حال الحكام الافارقه، رفض احتساب ركله جزاء واضحه وصريحه للنادي الاهلي. الحمد لله ان الاهلي قدر يسجل بعدها عن طريق رضا سليم، وقدر يستغل تفوقه الفني على فريق سيمبا انه يتغلب على سيمبا والحكم الموريتاني. اعتقد يعني النادي الاهلي يا جماعه بيواجه صعوبات كتير جدا في الامور التحكيميه احيانا، وده دايما المسطره دي انا اتكلمت فيها كتير جدا. ما تجيش تخلي النادي الاهلي هو النادي الوحيد داخل القاره اللي معياره حاجه واحده بس، ان انت محتاج تدي 200% عشان تكسب. ما هو ده مش طبيعي ان النادي الاهلي يبقى الوحيد اللي معياره كده. انت لو عندك خطا تحكيمي لصالحك لازم تستفيد منه، ولازم الامر يكون واضح لصالح النادي الاهلي. ويمكن شفنا امبارح كاتومبي كده رئيس نادي مازيمبي وهو بيحتفل في المدرجات بهدف سيمبا التنزاني، في مشهد يعكس ان النادي الاهلي يا جماعه حتى الفرق اللي مش بيلعبها هي تخشاه بشكل كبير جدا. لو الفيديو جاهز يا فارس اعتقد هو ده كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، يمكن في المقصوره اللي كان فيها طبعا الحضور ارسن فينجر جنبه كلينا. هو الراجل يا جماعه ده رئيس نادي مازيمبي مش سيمبا التنزاني، كان يحتفل بالهدف الخاص بسيمبا في النادي الاهلي. الفكرة ان النادي الاهلي يا جماعة معادلة صعبة جدا داخل القارة، وانا عايز اكد ان الناس بتحترم النادي الاهلي وتحب النادي الاهلي وتقدر النادي الاهلي، ولكن دي قلناها دايما، الفريق البطل دايما اي حد بيكون بيفضل عدم استمراره وعدم وجوده في البطولة، فدي لحظة معبرة عن قد ايه انت فريق داخل القارة. اي حد يتمنى ان هو لا يواجهك حتى لو انت مش في المرحلة القادمة ممكن تكون طرف المواجهة معاه. بالتأكيد يا فارس، ويمكن يعني من النادي الأهلي بطل أفريقيا في كرة القدم إلى النادي الأهلي بطل أفريقيا في كرة اليد، ومعانا مداخلة مع كابتن ياسر لبيب. يا مساء الفل يا كابتن.
زي الفل. يعني جميل الحضور، يعني مسعيد ان انا معاكم. سعداء يعني بوجود سعداء حضرتك. بوجودك، وبالتاكيد سعداء بما يقدمه فريق كرة اليد في الفترة الأخيرة مع المدير الفني، الحقيقة اللي النادي الأهلي وجد نفسه معاه وهو وجد نفسه مع النادي الأهلي، وكواليس البطولة الأخيرة وتحقيق البطولة القارية بعد غياب 6 أو 7 سنوات من 2016 يا كابتن، قول لنا إزاي وصلنا للقصة دي، واستعداد النادي الأهلي إن هو يقدم صورة مغايرة لبطل أفريقيا في مونديال الأندية القادم. طبعا يعني مش هقول بس ديفيز ليه الفضل في الانجازات ديت، ولكن طبعا اداره النادي وجهاز المعاون كابتن محمد ابراهيم وفينيو مدرب حراس المرمى وعمرو يوري اخصائي التغذيه والعلاج الطبيعي والاحمال، فاهم، هو اللي قايم بالدور دوت، وباقي طبعا الاجهزه والجهاز الاداري، كل الناس دي بتعمل مع بعض عشان تنجح المنظومه دي. وكابتن ياسر لبيب، يعني قلت كل الناس ونسيت كابتن ياسر لبيب طبعا رئيس جهاز كره اليد اللي بالتاكيد له دور واضح مع الفريق بالتاكيد، يعني خلينا احنا اللي نقول ده. الله يخليك، هو عندما بنقول النجاح بيكون نتيجه عمل جماعي واداره في ظهر المنظومه دي. فاحنا بصراحه يعني الاداره موفره لنا كل حاجه، ومعانا مجموعه من اللعيبه يعني على مستوى عالي خلقيا وفنيا وبدنيا، كل حاجه ممكن تقولها هتلاقيها في المنظومه ديت، وده سر نجاح المنظومه ديت، وانا سعيد بتواجدي مع المجموعه ديت سواء لاعبين او جهاز اداري او فني. طبعا كابتن ياسر، يعني انا عايز اقول ان وجود كابتن ايضا خالد العوضي يعني هو ادى جمهور النادي الاهلي انطباع مختلف، بمعنى ان طبعا كابتن خالد العوضي هو اصلا يعني ابن مدرسه اليد في النادي الاهلي وله تاريخه الكبير فيها، وكان قطاع اليد يعني جمهور النادي الاهلي بيامل ان هو يحقق نتائج مختلفه، وده اللي حصل، شفنا على مستوى الموسم اللي فات وشفنا بدايه الموسم ده، ولكن احنا على مقبلين على تحدي كبير جدا 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 وهو السوبر جلوب، والنادي الاهلي في مجموعه فيها برشلونه وفريق النور السعودي، وبرشلونه انا بشوف ان هو وكانه تجميعه منتخبات لعيبه دوليه، لعيبه كبيره جدا. كيف ترى فرص وحظوظ النادي الاهلي في البطوله المقامه من 7 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر؟ بص، هو طبعا انت حضرتك عارف ان احنا البطوله اللي فاتت احنا حصلنا على المركز الرابع، والفريق عمل مستوى يعني اكثر من رائع، وكسبنا، كان اول مره ان فريق عربي يكسب فرقه من اوروبا، ده حقيقي، هي البورتو البرتغالي. طبعا المنظومه البطوله اللي جايه عندنا تحدي كبير، انت هتلاعب برشلونه وهتلاعب النور السعودي، واحنا عارفين اتجاه السعوديه في الفترة دي تدعيم فرقها، يعني بتدعم فرقها الرياضية بشكل قوي عالي جدا جدا. ولكن احنا لعيبتنا الحمد لله يعني جاهزين ومركزين وعايزين يوصلوا لأبعد حاجة في البطولة دي، واحنا دايما بنقول فرقة برشلونة هي بطل أوروبا وفرقة تقيلة جدا، ولكن مفيش شيء مستحيل، هم هيقدموا كل اللي عنده كل اللي عندهم، وربنا يكرم إن شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، يعني اتكلمت عن تدعيمات فريق النور، وده هياخدني لسؤال عن هل هناك تدعيمات هتكون قبل البطوله دي في فريق النادي الاهلي على مستوى المحترفين؟ لا، هو ديفيز طلع صراحه قالها، قال لك انا لو مش هجيب لعيبه تكون على مستوى اعلى من مستوى اللعيبه اللي عندي، والحمد لله احنا لعيبتنا وصلت لمستوى كويس جدا، وصلت لمرحله عاليه جدا في الانسجام سواء دفاعيا او هجوميا، فهو قال لك انا لو عشان اجيب لعيب لازم اكون اجيب لعيب اعلى من مستوى اللعيبه اللي عندي. كابتن، مستوى اللعيبه بتاعتنا اللي هي محترفه في اوروبا، هو ده المستوى اللي ممكن يلعب معانا ينوط في مصر. ومع الاسف المستويات دي مش موجوده دلوقتي، مش من السهل ان انت تلاقي لعيبه بالكواليتي دي. ده حقيقي كابتن ياسر، يعني دايما بنشوف في الفترة الأخيرة يعني التطور اللي حاصل في قطاع كرة اليد، يمكن أيضا الموسم اللي فات حققنا دوري وكاس للرجال وأيضا للسيدات، يعني أنت حضرتك شايف الموسم المقبل إيه اللي بينتظر النادي الأهلي، خصوصا تحديات كتير جدا وبطولات كتير جدا سواء رجال أو سيدات، حضرتك شايف الموسم ده إيه، والنادي الأهلي بتشوف إن هو يقدر يوصل لإيه في الموسم الجديد؟ ان شاء الله نوصل ابعد حاجه، احنا هدفنا طبعا الحصول على جميع البطولات، ده بدون جدال، يعني بنسعى للتحقيق دوت سواء على مستوى الرجال او على مستوى السيدات، يمكن السيدات مختلف شويه، احنا السيدات
من ضمن اهدافنا ان احنا ننافس على افريقيا. وده محتاج طبعا، احنا عارفين الفرق الكبير طبعاً. في مجال السيدات بين منتخبات انجولا ومنتخبات افريقيا وبناتنا هنا في مصر، في فرق كبير في النواحي الجسمانيه والفنيه والسرعات. فده احنا دوت عشان نقرب المسافات ديت ونقدر ان احنا ننافس محتاجين طبعا شغل يعني من نار. فاحنا بنسعى للكلام دوت وبندعم فرقنا سواء من مستوى الدرجه الاولى او مستوى الناشئين، بحيث ان احنا يبقى لنا استمراريه لفترات طويله. ما بنشتغلش لمرحله وبس، لا احنا بنشتغل على اساس ان احنا يبقى دايما عندنا لعيبه طالعه من القطاعات تحت من ناشئين تدعم الدرجه الاولى، عشان شويه بقى نبتدي نخف شويه عمليه شراء اللعيبه من بره يعني. صحيح صحيح. اكيد بنشكر حضرتك على المداخله القيمه، يعني اعتقد جمهور النادي الاهلي كله يدرك جيدا التطورات اللي حصلت في قطاع اليد، واعتقد يعني يا اسامه واصل للناس اللي بيحصل، وازاي انت كان عندك مدير فني اجنبي ومع ذلك جبت مدير فني اجنبي على طريقه ايضا السله وبالما ثم اوجستي، واعتقد التجربه دي انا سعيد ان النادي الاهلي بيعمل ده. يعني شفنا سواريش كمدرب ممكن ياخد فرصه، وبالما كان ممكن ياخد فرصه، وفي قطاع اليد ايضا، ولكن فكره ان انت اصبحت تدرك شكل المدرب، وكان النادي الاهلي يا اسامه ليه فلسفه المدرب في اي لعبه في النادي الاهلي، جزء الفنيات موجود بس في جانب يخص الشخصيه، وتسمع كتير جدا عن ديفيد ديفيز وطريقه الفصل في العلاقه ما بين خارج الملعب وداخل الملعب، وكأن أسامة هو شبيه بكولر، هو شبيه بأوجستي مع اختلاف طبعا الطبيعة الفردية لكل إنسان، بس في سمات كده لازم تكون في مدرب النادي الأهلي. ده أكيد، لأن النادي الأهلي يعني الضغوط فيه كبيرة جدا يا فارس، ومش أي حد يتحمل هذه الضغوط، وإن هو يعمل دايما تحت أنا بشوفها ظروف مش هقول هي ظالمة عادلة. يعني إيه ظالمة؟ ظالمة إن أنت في كرة القدم أو في أي منافسة القصة بالنسبة لك والاحتمالات في أي مباراة أو أي بطولة فوز أو تعادل أو هزيمة. لكن في النادي الاهلي هي خلاص القاعده واضحه، فوز او فوز او فوز، التعادل او الهزيمه او الاخفاق او المركز الثاني زيه زي المركز الاخير في النادي الاهلي. فده نوع من انواع الضغوط الكبيره جدا اللي ما يقدرش يتحملها الا المدير الفني اللي بيمتلك جوانب فنيه عاليه جدا، وبيمتلك ايضا قدرات شخصيه قويه جدا تقدر تتحمل هذه الضغوط، والاهم يقدر يتعامل مع كم النجوم اللي الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي بيوفرهم في مستوى كل الالعاب سواء كره القدم او كره اليد او كره السله، وان شاء الله ايضا كره الطائره، ده ايضا موجود نجوم واساطير بشكل كبير جدا. فدور المدرب مع النادي الاهلي مهم جدا، ولكن هو حلقه من حلقات النجاح داخل النادي الاهلي، من مجلس اداره لطبعا نتكلم عن كابتن خالد العوضي. الحقيقه الراجل انا دايما بسميه مشجع الدرجه الثالثه المسؤول، لان الحقيقه لابد ان يكون عندك الحماس ان انت تشوف النادي الاهلي رقم واحد في كل الالعاب، ما بالك انت جاي على نشاط كان فيه نجاحات بالتاكيد، ولكن كان فيه بعض الاخفاقات وكان فيه بعض حالات الغضب من جماهير النادي الاهلي وخاصه المتخصصين في العاب الصالات. الحقيقه الكابتن خالد العوضي جاء عاد الروح بشكل كبير جدا للقطاع وقدم نجاحات كبيره جدا، وشفنا الموسم الماضي بتقترب من 30 بطوله، شيء مميز جدا بالتاكيد، وايضا على كره اليد بطل افريقيا وكره السله بطل افريقيا، ان شاء الله كره الطائره تعود الى يعني صدارة الأندية الأفريقية وبطولة أفريقيا بالتأكيد القادمة. ولكن ما ينفعش نتجاهل الأحداث اللي حصلت امبارح من كرة السلة وتحقيق بطولة السوبر المصري. النادي الأهلي اللي بيصل بهذه البطولة إنه يتخطى نادي الزمالك في عدد البطولات الإجمالي، وتبقى عدد من البطولات قادرين بإذن الله على تحقيقها لتخطي نادي الاتحاد السكندري. النادي الأهلي الآن ببطولة السوبر المصري يصل إلى البطولة رقم 32. ودائما وأبدا أكرر الحوار اللي دار بيني وبين يعني كابتن طارق الغنام والكابتن أحمد الجرحي لما بتكلم معاهم في قصة إن الجيل ده من اللاعبين مع أوجستي المدير الفني بالشخصية دي قادرين على إنهم يحققوا بطولات وعدد بطولات في فترة قليلة يتخطوا بها بعض المنافسين. قال لي مش ده ترجتنا، احنا ترجتنا نتخطى كل المنافسين، لان قدرنا وقدر النادي الاهلي يكون رقم واحد. شفنا قد ايه روح النادي الاهلي بالامس في المباراة بعد اخفاق فيه يعني تأخر في النتيجة في الفترة الأولى والفترة الثانية والفترة الثالثة، بتعود للفترة الرابعة وتحقق البطولة وسط أجواء احتفالية لم تخلو على الإطلاق من علم فلسطين. فبطولة مهمة، مبروك
كتيبه السله في النادي الاهلي، وبالتاكيد مبروك لجماهير النادي الاهلي، وبالتاكيد مبروك لاوجستي، وبالتاكيد دي لقطات طبعا من قبل المباراه يا فارس. بالتاكيد هناك بعض السلبيات ومهم جدا نتعامل مع هذه السلبيات من اجل استمرار التفوق الكاسح. وده طبعا الاستاذ العامل فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بالكوفيه الداعمه لفلسطين وعلم فلسطين دائما وابدا في الاحتفالات من لاعبي النادي الاهلي. يعني اكيد امبارح كان المشهد، انا يمكن قلت هناك فائز واحد وفي اتنين فائزين، مفيش خاسر، النادي الاهلي فاز بالبطوله والفريقين فازوا بالكلمه والموقف. اكيد كان مشهد رائع للفريقين، ايضا فريق الزمالك باعلام فلسطين او بالرساله الموجهه لفلسطين كانت رساله من الفريقين. ولكن قطاع السله ايضا كان مهم جدا ان هو يتدارك الموقف، لان يعني جمهور النادي الاهلي كان عنده حاله من القلق كده على مستوى فريق السله وبعض التراجع، فكانت البطولة دي يا جماعة مهمة، وفي الأوقات دي أنت بتحتاج نقطة تديك تاني نفس، تديك ثقة، تديك عند الجمهور قناعة أن أنت قادر تواصل سلسلتك. وأنا دايما عندي وجهة نظر في ألعاب الصلاة، سهل جدا 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 أن أنت تقدر تحقق عدد كبير من البطولات. وزي يا جماعة كده ألعاب الصلاة مختلفة شوية، بمعنى إيه؟ أنت لو عندك جيل تقدر تسيطر على فترة طويلة جدا، عشان حد يكسر سيطرتك دي بتكون صعبة. يعني شفنا الطايرة كان عندك جيل فيها وعندك قدرات، انت بتبقى عارف ان الجيل ده مرجح، مفيش في مصر حد عنده القدرات ان يقدر ينافس قوي الفريق ده الا لما خدوا لعيبة اساطير من النادي الاهلي. فانت عندك في السلة ده حاصل، فعشان كده كلنا مدركين ان دي الفترة اللي انت تقدر تكتب فيها تاريخ وتقدر تغير فيها تاريخ. وكلنا توسمنا منذ مش بس وجود أوجستي، كمان من قبل كده والطفرة اللي بتحصل في كرة السلة، واحنا شايفين ان النادي الاهلي ممكن يغير بسهولة تاريخ كرة السلة في مصر، وده شيء مهم جدا، وان شاء الله النادي الاهلي يواصل فيه. اكيد ايضا معانا فقرات كتير جدا للاهلي خط احمر، مستمرين معاكم، اوعوا تروحوا في اي حتة، بعد الفاصل نشوفكم. ولسه مستمرين معاكم وحلقه وفقره جديده من حلقه الاهلي خط احمر، وفقره مميزه جدا لان بالتاكيد هيكون معانا ضيوف ونجوم التحليل في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك دكتور احمد ثابت، واهلا بيك كابتن صبري سراج. اهلا بيك اسامه، ومبسوط ان معاكم النهارده، ان شاء الله تبقى حلقه حلوه. يعني بنكون مستمتعين دايما بالفقره دي معاكم. لكن بس قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كره السله، وكنا بنتكلم عن المجهود اللي حاصل والنتائج اللي حاصله، وبنبارك للفريق على بطوله السوبر. كنا بنتكلم عن كابتن احمد الجرحي، احد الجنود مش المجهولين ابدا، المعلومين لجمهور النادي الاهلي، ومعانا على الهاتف عشان نبارك له بالبطوله ونتكلم معاه عن فريق السله. كابتن احمد يعني منور في دايما في قناه النادي الاهلي. استاذ محمد ازي حضرتك؟ استاذ احمد ازي حضرتك؟ وحشني. ازيك كابتن احمد، اخبارك؟ ويعني يمكن كنت انا اسف بقى بنقل الحوار اللي تم بيني وبينك في مداخله قبل كده لما كلمتك عن الجيل ده، وقلت ان الجيل ده ممكن يستغل الفرصه دي ويحقق عدد البطولات يتخطى بيهم بعض المنافسين. انت كان ردك عليا احنا تارجتنا اننا نحقق بالجيل ده عدد بطولات يخلينا رقم واحد داخل مصر وكمان في قاره افريقيا من حيث البطولات القاريه. طبعا يعني كلام حضرتك سليم 100%. الاول بس نسيت ارحب بضيوف حضرتك. اكيد يعني بارك لكل جمهور النادي الاهلي على كاس السوبر امبارح. الفرقه الفتره دي طبعا مش في افضل مستوى ليها، يعني يمكن في دروب شويه ليه اسبابه، مش عايزين نقول اسباب كتير عشان طبعا دي بتبقى قدام الناس اكنها يعني مبررات او مبررات بس فعلا انت قوام منتخب مصر ال 12 لاعب منه خمسه من النادي الاهلي وخمسه ثلاث شهور معسكرين في الصيف وراحوا لعبوا كاس عالم مع المنتخب مصر، وبعدين رجعوا راحوا معانا كاس عالم انديه، وبعدين رجعوا راحوا معانا بطوله عربيه، وبعدين رجعوا راحوا معانا كاس السوبر. كل ده ما فيش يعني شهر. فطبعا كان مجهود كبير جدا على اللعيبه.
والحمد لله الحمد لله ان انت وانت عندك دروب كبير ومستواك مش اللي الناس متعوده عليه، ان انت تقدر تكسب المنافسين بتوعك سواء في البطوله العربيه الحمد لله كسبت الاتحاد او كسبت الزمالك في السوبر، فدي حاجه مبشره وكويسه ان انت عندك يعني لو في مستوى بيقل شويه ان في شخصيه البطل موجوده في فريق النادي الاهلي. يمكن يا كابتن اللي حضرتك قلته هو تقريبا كنا بنتكلم فيه قبل ما حضرتك تكون موجود معانا، وهي فكره ان جمهور النادي الاهلي يعني انتوا عودتوه على حاجه مختلفه في كره السله، وانتوا اديتوه قناعه تامه ان فريق سله النادي الاهلي مش بس بيقدم مستويات جيده، لا ده هو دايما فارق عن المنافسين. يمكن كان في حاله من القلق في الفتره الاخيره، حضرتك اتكلمت في اسباب بعض الاسباب ليها ثم حصلت الثقه. انا عايز حضرتك تكلمنا عن الفوز امبارح وتكلمنا في التفاصيل اللي حولت اللي حضرتك كنت بتقوله وهو التراجع اللي في المستوى اللي كان لمسه الجمهور لحالة الفوز امبارح والقدرة على تحقيق اللقب. ايه اللي حصل في الفترة دي اللي هي بعد البطولة طبعا الماضية لحد ما لعبنا مباراة السوبر، كان ايه التحضير، كان ايه الكلام مع اللاعبين، ثم الفترة الجاية حضرتك شايف ايه؟ اكيد زي ما حضرتك بتقول احنا البطولة العربية دايما بناخدها في اول الموسم، هي بطولة وبطولة رسمية وبنحب ان احنا نروح ننافس عليها ونكسبها، كسبناها مرة، خسرنا في الفاينل مرة، مرة طلعنا من دور قبل النهائي. البطولة العربية عندنا في الباسكت مختلفة عن باقي الألعاب، بطولة عنيفة جدا. بتجمع أحسن فرق موجودة في أفريقيا وفي آسيا مع بعض، والباسكت هو يعني منافسته واسعة كبيرة، يعني غير ممكن الهاند بول أو البولي مثلا بنلاقي المنافسة أكتر أهلي زمالك حتى على المستوى الأفريقي. صحيح. لكن إحنا في الباسكت الدنيا مختلفة تماما، بوجود دول كتير جدا بتلعب باسكت. فطبعا بعد البطوله احنا اتكلمنا ان احنا بدايه الموسم بتاعنا بالسوبر، وان احنا مش في افضل مستوياتنا، احنا لازم نعلي من مجهودنا، نركز اكتر في الماتش. عملنا كذا فيديو ميتنج عشان ندرس الفرقه واللعيبه الجديده اللي دخلت على فرقه الزمالك السنه دي والوضع اللي هم فيه. وحتى امبارح برضو مستوى الفريق مش اللي هو طبعا الناس متعوده عليه. طبعا الزمالك كان متقدم من بدايه المباراه، بس الحمد لله احنا عندنا من الخبرات اللي تقدر تحسم البطوله، واحنا دايما فريق يهتم بالدفاع اكتر من النواحي الهجوميه. النواحي الهجوميه مهمه، النواحي الهجوميه بتكسبك ماتشات، الدفاع دايما القوي بيكسبك بطولات. النقله كانت ازاي يا كابتن احمد وانت بتتكلم عن الدروب اثناء بقى المباراه وبنخسر الفتره الاولى ثم نهايه الشوط الاول 35-29 ثم بتدخل الفتره الثالثه وايضا الزمالك يعني بيظل محافظ على تقدمه وتيجي في الفتره الرابعه لاعبي النادي الاهلي، ايه اللي تم، ايه اللي حصل في الكواليس، ايه اللي اتقال مع اللاعبين عشان نقدر نعمل الريمونتادا ونحقق الفوز بالبطوله، خاصه ان ده امر بيتكرر الفتره الاخيره وتحديدا على حساب نادي الزمالك في كره السله. والله يا ابو حميد يعني بص، في نواحي نفسيه قبل المباراه، احنا اول ما دخلنا الصاله لقينا جمهور النادي الاهلي كان بيشجعنا في الكويت وفي قطر موجود في البحرين. ودي لان احنا اشخاص يعني شفناهم وسلموا علينا هناك وهنا، واحنا جايين من عشان نعوض وانتوا لازم تعوضونا بالماتش ده، فده حملك مسؤوليه كبيره جدا وانت داخل الماتش. لما المباراه ابتدت واحنا برده مش في افضل حال، لكن عايز اقول لك ان نهايه المباراه لما الفرقه تدافع بيخش فيها 60 بونت في الباسكت، ده رقم كويس جدا ان انت تكون عملت جود ديفنس، يعني دفاع ممتاز. فطبعا جوه المباراه اكيد شفنا مين اللي يقدر، يعني احنا تقدمنا ما فيش في اخر 3 دقائق بالظبط، احنا شفنا مين اللي يقدر. دايما الجهاز اللي ممكن يعني يبقى معاه التوفيق من عند ربنا، اللي هو دايما يبقى شايف مين اللعيبه اللي ممكن يفنش بيها الماتش، ممكن مين اللعيبه اللي تقدر تبقى مفاتيح انك تخرج بالماتش ده لبر الامان زي ما بيقولوا. فقدرنا ان احنا الحمد لله نحط تشكيله كويسه في اخر المباراه. كان في واحد من اللعيبه طبعا من نجوم الماتش امبارح، يوسف المعداوي، ده ناشئ النادي الاهلي وكان من الناس اللي فرقت معانا جدا في اخر المباراه. خبرة عمرو الجندي فرقت جدا، خبرة عمر طارق. بشوف ان المحترف امبارح رغم عدم جاهزيته بقاله شهر ونص، كان لسه هو في الاوف سيزون، لسه متعاقدين معاه قبل الماتش ما فيش بكام يوم. وانا بشوفه عمل ماتش كبير بالنسبه للكبدايه، لسه الراجل ما اتمرنش اساسا. فكل اللعيبه دي كانت ليها تاثير كبير في اخر المباراه. ولعبنا خططيا، يعني كنا بنلعب دايما دفاع مان تو مان يعني في اخر الماتش، ودايما كنا بنضغط على المحترف نادي الزمالك في الاوقات
باتنين لعيبه، يعني شغل تكتيكي كده يعني توفقنا فيه في اخر المباراه، ان ربنا قدر الحمد لله يعني يدينا المباراه. ده حقيقي. فلازم نبارك للجمهور واتمنى منهم ان هم ما يسمعوش لاي جماهير ثانيه. يعني شفت ناس بعد ما النادي الاهلي فقد الميداليه في كاس العالم للانديه بتتريق على فرقه النادي الاهلي او بتتكلم على النادي الاهلي، يعني فدي اصلا المفروض ان الجمهور يبقى فخور بيها، او اللعيبه ان انت وصلت الناس ان هي بتتريق عليك وانت بتلعب على برونزيه العالم. ده حقيقي. صحيح. بس ده في كل اللعبات يا كابتن احمد، ده قدرنا يعني، قدر النادي الاهلي. انت لازم تبقى مقدر انت انت مكانتك بقت فين، واللي بيتريق عليك ده فين. يعني انت بتلعب على ثالث العالم، طب انت فين؟ انت خدت بطوله افريقيا الحمد لله، انت فين؟ الواحد ما بيحبش يتكلم بالصوت ده، بس من كتر ما الواحد شاف الفتره الاخيره دي حاجه بصراحه صعبه جدا. يعني بقول للجمهور ركز مع فرقتك، فرقتك يعني ان شاء الله باذن الله ماشيه بخطى كويسه، دعمكم لينا هو المكسب امبارح والله المكسب. سيبك بقى من كل الخططيه اللي انا قلت لك، ولعبنا مان تو مان ونزلنا مع الداوي ومش عارف ايه، جمهور النادي الاهلي اللي جاب المكسب امبارح في الملعب، لان فعلا من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجع وادى الفرقه طاقه كبيره جدا. نتمنى بقى نشوف الجماهير دي في مصر، لان الجمهور ده بيفرق معانا جدا طبعا. وبنقول على ماتش امبارح هارد لك ضد الزمالك اكيد. وطبعا احنا قلنا امبارح ان احنا مفيش حد، احنا كلنا بنمر بظروف صعبه الفتره الاخيره دي بسبب اللي بيحصل طبعا في غزه. تأكيد. احنا كلنا كنا ايد واحده امبارح قبل الماتش وبعد الماتش، بمنافسه شريفه جوه الملعب، لكن اتمنى من ربنا بقى ان يزيح الغمه دي عندنا كلنا يا رب. ويعني يكون كده باذن الله يعني نصر ان شاء الله، الناس تعيش في سلام باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد يعني مبروك البطوله، وان شاء الله مزيد من البطولات هذا الموسم، وان شاء الله يعني نحقق كل البطولات القادمه. وبالفعل الجهاز الفني بهذا الفريق بالعناصر اللي موجوده فيه تستحق انها تحقق بطولات تعلو بالنادي الاهلي على قمه الانديه المصريه من حيث عدد البطولات، وده منتظرينه باذن الله، وهيكون لينا مداخله مع حضرتك ان شاء الله. والنادي الاهلي بيكون الاكثر حصولا او الاكثر تتويجا بالبطولات داخل مصر ان شاء الله. شكرا ليك كابتن احمد جدا. شكرا طبعا لكابتن احمد، وشكرا طبعا لضيوفنا النهارده. يعني خدنا جزء كده من كره القدم، لا خدنا جزء من كره القدم في كره السله. فمبدئيا كده كابتن احمد، كابتن صبري، يعني دكتور احمد ثابت، شايف مباراه الامس ازاي، وشايف نتيجه المباراه ازاي، والفرص اللي تم اهدارها على مدار الشوط الاول والشوط الثاني؟ طبعا نتيجة، أنا شايف نتيجة إيجابية جدا للنادي الأهلي امبارح، نتيجة التعادل 2-2 ديت يعني نتيجة أحسن من 0-0 وأحسن من 1-1، وأحسن طبعا ما كنت تبقى خسران 1-0 بقى. النتيجة بتديك أفضلية، إن أنت مباراة الإياب حتى لو تعادلت 0-0 أنت صعدت، فنتيجة غير كده برضو في حالة التعادل سواء 1-1 لمصلحة النادي الأهلي لأنه جايب جونين بره ملعبه، فأنا شايفها نتيجة إيجابية جدا. النادي الأهلي قدم مباراة كويسة جدا امبارح في ظل كمان الظروف، لازم الناس تحط في دماغها الحاجات دي، ان انت منتخب مصر كان بيلعب يوم الاثنين في دبي في الامارات، بعد كده اللعيبه اخذت الطياره ورجعت القاهره الثلاث، وبعدين سافروا بطياره خاصه يوم الاربع، فموضوع السفر ده مش سهل، موضوع التتابع الماتشات والتنقلات ده مش سهل، دي لازم نحطها في دماغنا. الحاجه الثانيه برضو الثلاث غيابات اللي كانوا موجودين، علي معلول مش موجود، ده علي معلول ده مصدر صناعه فرص وجابها قويه جدا يعني بخبراته الموجوده. محمد عبد المنعم احسن مساك في افريقيا مش في مصر بس، لما بيغيب بتفرق معاك. امام عاشور احسن لعيب وسط في يعني يعتبر في مصر وان شاء الله في افريقيا قريب، يبقى انت عندك امام وعندك عبد المنعم وعندك معلول مش موجودين، فكل ده وتعمل الاداء ده وفي ظل كمان ايه الحماس الجماهيري الموجود و60 الف متفرج، وتلعب بره ملعبك وجمهور متعطش ومتحمس، وتقدم الاداء ده والنتيجه دي، لا دي حاجه. خلينا قبل ما نقول مثلا ان في سلبيه في اطار فرص، في سلبيه ان انت دخل فيك جونين مش عارف ايه، لكن كل ده هنتكلم فيه. لكن خلينا نقول برضو ان النتيجه 2-2 دي نتيجه ممتازه، نتيجه ممتازه يعني شايفها ممتازه، يعني 2-2 دي حاجه، يا ريت حتى في الماتشات اللي جايه بعد كده ان شاء الله لما نوصل نص النهائي 2-2 دي حاجه تطمنا ان انت جايب جونين بره ملعبك، دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه لمارسيل كولر في التشكيل اللي بدأ بيه، يعني كان نوعا ما المفاجأة فيه، او ما كانش فيه مفاجأة قوي، غير طبعا وجود محمد مجدي قفشة على حساب امام عاشور في وسط الملعب. طبعا هو بيلعب بالأربعة 4-3-3، محمد الشناوي وربيعة وياسر ابراهيم، كريم الدبيس اللي قدم مباراة هايلة ومكسب كبير جدا، كنا قلقانين مين بديل معلول، مين اللي هيقدر، هل كريم الدبيس هيقدر يشيل؟ كريم الدبيس في الماتشين اللي لعبهم
عنده شخصيه الاهلي، تحس ان هو عنده شخصيه الاهلي، لسه هيجي منه في اللي جاي، لكن هو تحس ان هو عنده الشخصيه. احمد نبيل كوكا واعد، تحس ان هو ما بينه وما بين مروان عطيه، مروان عطيه خبرته اعلى اكيد، بس كوكا برضو ما تحسش بان مروان عطيه مثلا مش بادئ، بروفايل مختلف، بروفايل مختلف، بس مروان خبرات اعلى، اكتسب خبرات في الفتره الاخيره اكتر. لكن كوكا بالنسبه لي برضو لعيب ممتاز، لعيب جيد، لعيب ممرر، بيعرف يتحرك بشكل عرضي بشكل كويس، يقدر يستلم من المساكين ويبني من تحت بشكل كويس. اليو ديانجو قفشه في عمليه الزياده والتكمله، يمكن قفشه بقى هو اللعيب اقدر اقول عليه بديل امام عاشور اللي حطه كولر، يعني امام عاشور رقم واحد في الحته ناحيه الشمال، بيحط على طول قفشه مكانه، فعشان لما كده لما امام عاشور ما بيبقاش موجود بتلاقي قفشه في وسط الملعب. الثلاثة اللي قدام بيرسي تاو ورضا سليم كان اختيار ممتاز منه من مارسيل كولر ان هو اختار تحديدا بيرسي تاو ورضا سليم. ليه؟ لان الاثنين اصلا مشاكل فرقه سيمبا المساحات اللي ورا الظاهرين، فانت اما تحط اسرع اثنين في الفرقه بيرسي تاو ورضا سليم اعتقد ان هو اختارهم عشان اتفرج على فرقه سيمبا بشكل كويس جدا. كهربا اكيد هو يعتبر افضل مهاجم موجود في الاهلي، حتى لو ضيع حتى لو سجل، يعني امبارح سجل وعمل اسيست، لان هو بشوفه افضل مهاجم موجود في الاهلي في الفتره الحاليه. صبري، عايز اخد من كلام دكتور ثابت واسالك حاجه مهمه. رضا سليم، بما ان ثابت بيتكلم عن التحضير في ظل قدرات فريق زي سيمبا، كان الكلام على وجود رضا سليم بدل حسين الشحات لاستغلال المساحه خلف الظهرين، هل كان بالنسبه لك طبيعي البدء برضا سليم في ظل تالق الشحات في الفترات الاخيره مع مارسيل كولر، ولا شفت ده ازاي؟ وبرده سر تغيير رضا سليم مع انه كان عامل اداء جيد جدا والاحتفاظ ببيرسي تاو. طيب ما احنا هاخد من كلام دكتور ثابت لان هو النقطه مهمه، احنا جايين من توقف دولي واللعيبه كانت في معسكر مع منتخب مصر ورجعت من المعسكر على القاهره ومن القاهره على على تنزانيا، ففي مسافه سفر كبيره جدا. الشحات شارك مع المنتخب ولو لبعض الوقت، انما السفر في حد ذاته مرهق جدا، ففكره الدفع برضا سليم على حساب الشحات، احنا هنا مش بنقارن بين كواليتي وكواليتي لان الاثنين اصلا كويسين طبعا، فايا كان مين اللي في الملعب هو هيأدي الدور اللي مطلوب منه. لكن لو كان في فرصه ان حسين الشحات مثلا يكون موجود من الاول لو الاثنين متاحين، هنا ممكن نتناقش، انما الراجل اصلا جاي من سفر، يعني جاي من سفر طويل جدا، فالبدء برضا سليم في المباراه هو امر منطقي، خصوصا انه هيديك تقريبا نفس المردود، لعيب قادر على الصناعه، سبرينتر كويس، حريف، بيقدر، يعني لو بصينا حتى على ارقام الراجل، عمل اربع مراوغات في المباراه، الاربعه صح، يعني ما اخطاش في ورا مراوغه، فهو بيديك كل حاجه ممكن حسين الشحات يديها لك. يمكن احنا شفنا طفره كبيره في اداء حسين الشحات في الشهور الاخيره من يناير لحد النهارده وفي مستوى رائع جدا، لكن ده ما ينفيش ان رضا سليم جاي اصلا بهيستوري كويس في الموسم اللي فات، واقف على رجليه بشكل كويس، ومن يوم ما بدا مع النادي الاهلي من اول مباراه السوبر وهو زي ما بنقول خلاص كسب، قدم اوراق اعتماده بالظبط، قدم اوراق اعتماده من اول مباراه، في مباراه خسرها النادي الاهلي ومع ذلك هو كان من نجوم هذه المباراه، ومع توالي المباريات ومشاركاته حتى لو ما بيشاركش بشكل اساسي انما دايما بيديك المردود الكويس. تغييره امبارح في ناس كتير كانت زعلانه وبتقول لي هو ليه خرج والراجل كان ماشي كويس، فانا الحقيقه بشوف ان احنا ممكن نجاوب بطريقتين. الطريقه السهله اللي هي ممكن تتقال في اي قعده حلوه، يعني لو كان حسين الشحات نزل وادى كويس ما كانش حد اتكلم عن التغيير، ده حقيقي، لكن دي اجابه سهله الحقيقه. انما كل شيء خاضع للعلم والقياسات والتغييرات والحاجات والقياسات اللي بتتعمل في بدايه الموسم والجي بي اس اللي بيبقى على كتف اللعيبه، كل الحاجات دي مش بتتلبس او مش بتتجهز اعتباطا، مش مسيره للموضه يا جماعه. يعني احنا دلوقتي ليه جايبين الفيست ده؟ وليه في تراكنج بيتعمل للعيبه؟ وليه بنعمل لهم قياسات بدنيه في اول الموسم وعلى مدار الموسم ده بيحصل؟ لان كل لعيب في الدنيا عنده بطاريه بالبلدي كده، البطاريه دي ليها قدره معينه. هنقول ببساطه لو خدنا لعيب زي رضا سليم، رضا سليم ده هنفترض ان قدرته مثلا يعني 50 سبرنت في الاسبوع. الراجل في التمرين عمل 40 طول الاسبوع، وجه في الماتش بقى عنده كام سبرنت المفروض يعملهم؟ 10. لو عمل ال 10 دول فورا لازم يخرج، لان ال 11 هيتصاب فيه. فممكن انت تبقى شايفه في الملعب او الناس شايفه في الملعب ان رضا سليم بيطلع نار من بقه وقوي جدا، وفي لحظه المدير الفني قرر ان هو يسحبه. الناس تتضايق، انت بتسحبه ليه وهو كويس واقف على رجله؟ الراجل ما تعبش، لا الراجل لو قعد دقيقه كمان، لا ده راجع من اصابه كمان، ولو قعد دقيقه كمان ممكن السبرنت اللي بعده يتصاب فيه. فاحنا بنحافظ على اللاعب، فالمساله ما بتبقاش بس عشان لعيب مستواه نزل، يعني التغييرات مش عشان بس لعيب مستواه نزل، ومش بس عشان انا عايز اعمل تعديل تكتيكي،
ومش عشان في حاجه اسمها يعني بنقول عليها تنشيط، احنا ممكن نقول ده تحت مسمى التنشيط، لكن مش عشان رضا مستواه نزل او بدنيا ما بقاش جاهز، لا انا ممكن اغير لعيب عشان انا عارف ان خلاص قدرته البدنيه هو اداني ال10 سبرنت دول غيره، وانت شايفه بالعين المجرده كويس في الملعب. بالظبط، بس هي يا سات ما هو في لايف تراكنج شغال والمحلل الاداء قاعد شغال عارف الراجل ده، وان البديل صبري يعني حسين الشحات بالظبط يعني لاعب مهم جدا، ده موضوع تاني بقى يقدم لك اضافه. قصه بقى ان هو كان بيعتمد على بعض المراوغات او ما شابه في الوقت اللي نزل صحيح. فيه ده موضوع تاني، لكن الناس لازم تفهم ان احنا عندنا مفيش حاجه اسمها احتياطي واساسي صحيح. وان كان يعني بما انك اتكلمت ورحت للاعبين بشكل فردي، والدكتور احمد كان يعني بيقول التشكيل، اتكلم عن كهربا واتكلم عن ان كهربا بالنسبه له هو افضل مهاجم موجود داخل النادي الاهلي. لا شك. بتتفق مع دكتور احمد في الرؤيه دي؟ لا شك. كهربا لعيب كبير وحاسم جدا، ولو بصينا الناس ممكن تبص ان هو ضايع كتير امبارح، متضايقه ان هو وصل للجون اكتر من مره وضايع، بس بص على الناحيه الثانيه، الراجل هو اللي عامل الاسيست بتاع الجول الاولاني وهو اللي جايب الجول الثاني، انت طالع كسبان بسبب كهربا، وكان ممكن يبقى متسبب في ركله الجزاء لو الحكم حسب ركله الجزاء، يعني حتى لو كنا ضربه الجزاء دي اتحسبت وهي المفروض كانت تتحسب وسجلت، فالثلاث اهداف هيبقى باصم عليهم كهربا، فدي نقطه مهمه. لكن لا شك ان احنا عندنا مشكله ان كهربا بيضيع. طب بيضيع ليه؟ دي محتاجه برضو ان احنا نبص هو ليه بيضيع. انا بشوف ان كهربا لو عنده مشكله فهي مشكله في اللمسه الاولى مش في اللمسه الاخيره على الجول. امبارح كهربا الناس بتقول ان هو مثلا يعني شافت ان هو عمل ميس باس كتير، طب افاجئك اقول لك ان هو ما عملش ولا ميس باس طول المباراه، 10 تمريرات وال10 صح. طب المشكله كانت فين؟ المشكله كانت دايما في اللمسه الاولى. لو نيجي هو استلم الكره كام مره هنلاقي ان تلت استلاماته كان فيها مشكله، تلت استلاماته خاطئه، والتلتين التانيين كان بعضهم استلام بشكل مش صحيح، يعني استلم الكره استطول منه، ده استلام صحيح هيتعدى في الاحصائيات استلام صحيح، هو استلم لكن الكره طولت سن، فبالتالي تعامله معاها التاني على المرمى هيكون سيء لان الاستلام اصلا كان سيء. فمشكله كهربا اللي المفروض يركز عليها في الفتره الجايه زي ما انا شايف هي الاستلام، انا بستلم ازاي، انما قدرته في التواجد دايما في اماكن الخطوره. انت بتلعب بمهاجم ما هوش تارجت وبتلعب بره ارضك معظم الوقت، بتلعب على التحولات، ومع ذلك المهاجم اللي هو انت بتعتبره او بتشوف ان هو مهاجم وهمي او تسعة ونص او ايا كانت التسميه وصل للجول 6 مرات، فاحنا بنتكلم عن لاعب قادر ان هو يوصل للمرمى، بس عنده مشكله زي ما قلت في اللمسه الاولانيه. لو اتحسنت تسرع، ما هو اللمسه الاولانيه دي ممكن تعتبرها تسرع، ممكن تعتبرها تبص لها على انها لياقه بدنيه قليله، يعني في اسباب احنا لازم نبحث في الاسباب دي، هو ليه دايما اللمسه الاولانيه عنده فيها مشكله او الاستلام الكوره فيه مشكله، لكن هو بيروح على الجول بياخد اماكن ممتازه، حاسم جدا. انت دوري ابطال افريقيا اللي فات كهربا من اول ما رجع الحقيقه من بعد الايقاف وهو عامل يعني عامل دفعه هجوميه قويه جدا للنادي الاهلي، كان الكريزه اللي قدرنا نحلي بيها الموسم، وكان عنصر فاعل في الموسم، يعني انت ما كنتش هتعبر الموسم ده يعني في غياب مهاجم الا لو كهربا كان في الأهلي. لو كهربا ما كانش موجود، يعني انا كنت بحاول الطف في الكلام، بس الحقيقه ان كهربا لو ما كانش موجود انت ما كنتش هتطلع بالخمسيه بتاعت الموسم. طبعا من دور ادوار لعيبه في وتحديدا دوري اصل هو بيتكلم عن دوري دوري ابطال افريقيا، بيقول دوري ابطال افريقيا كهربا لا بيرسي تاو 10 اهداف، انما اقصد حسين الشحات كان له المركز بيفرق، المركز بيفرق، انما المهاجم اللي انت عمال بتنتقده ان هو بيضيع كتير هو هداف دوري ابطال افريقيا، المهاجم اللي عمال تنتقده اللي هو ان هو بيضيع كتير هو في الست شهور الاخيره هو هداف الفريق في كل البطولات. فاحنا بنتكلم عن مهاجم عنده مميزات قويه جدا، لكن عنده عيب بسيط لو اتعالج هنشوف نسخه ثانيه مرعبه اكتر كمان من كهربا، انما الانتقاد المبالغ فيه لكهربا انا مش شايف ان هو يستحق الحقيقه في بدايه الموسم الحقيقه يعني. والشق البدني مهم جدا مع صحيح. القدرات اللي انت بتتكلم فيها دكتور ثابت. نروح بقى للحتت اللي هي جمهور النادي الاهلي بيحب يكون عنده تفاصيل عنها اكتر، احنا شفنا سيمبا في شوط سيء بتقدر تسجل فيه ثم بيقدر يرجع، معنى ان انت قدرت تسجل فيه وتضيع فرص كتير بالشكل ده ان عنده مشاكل، ومعنى انه قدر يرجع ان عنده مميزات، ايه اللي شفته كنقاط قوه عند سيمبا قدر يرجع بسببها، وايه نقاط الضعف الواضحه اللي خلتك رحت بالشكل ده؟ هنبدأ الأول بنقاط الضعف، نشوف بعض اللي نجيب نستعرض الحالات معانا صور الحالات، هتلاقي سيمبا طبعا هم بيلعبوا بالأربعة 4-2-3-1 امبارح هم بدأوا المدرب بتاعهم بدأ المباراة من غير راس حربة صريح، يعني هو كان المهاجم الأساسي بتاعه جون باليك اللي هو رقم 4 ده معار من مازيمبي مواليد 2001 كان هو اللي بيبدأ على طول، امبارح ما بدأش
بدأ بالأربعة ده طبعا تشكيل النادي الأهلي. تشكيل الأهلي احنا بنتكلم عن سيمبا. عن سيمبا هنستعرض الحالة اللي بعدها على طول. أول صورة معانا أول حالة هو يمكن بدأ بالأربعة 2-3-1. مشكلة سيمبا، سيمبا عندهم مشكلتين واضحين جدا لازم نستغلهم في العودة. المشكلة الأولانية المساحات اللي ورا الظاهرين. بص المساحة قد إيه وبص ناحية اليمين اللي هي اللي احنا مظللين عليها بالتظليل ده وناحية بيرسي تاو. مساحة كبيرة جدا. الظاهرين بيضموا الجمله اللي جوه بشكل كارثي. ونفس المشكلة هنشوفها بقى في كذا حالة. المشكلة الثانية مشكلة الارتداد. الفرقة دي لما بتهاجم بيهاجموا بعشوائية فالارتداد الدفاعي بتاعهم بتلاقي ورا أربعة بس. بتلاقي مفيش الارتداد بتاعهم مفيش. كمل هات الصورة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها هتلاقي برضو هنا بيرسي تاو طبعا الكرة اللي هي ضيعها اللي هي كانت انفراد دي برضو كانت سهلة جدا من بيرسي تاو اللي هي المساحات اللي ورا محمد حسين الباك ليفت وكابومبي رقم 12 اللي هو الباك رايت. هات الصورة اللي بعد الحالة اللي بعدها على طول هنا برضو نفس الشكل برضو سيمبا بيدافع من العمق بيدافع من العمق وبعدين عنده الظاهرين بيخشوا لجوه وما بيرجعوش. الارتداد الدفاعي كارثة في سيمبا. تقدر ان انت عشان كده كنت بقول لك في التشكيل بتاع مارسيل كولر لما اختار بيرسي تاو واختار رضا سليم هو اكيد اتفرج على الفرقه وعرف ان هم عندهم مشاكل في المساحات. هات الصوره اللي قبلها اللي قبل دي قبل ايوه ارجع ماشي كمل ماشي كام ده الجون طبعا دي لعبه الهدف بتاعت رضا سليم. كمل هاتها من اولها مش موجوده من اولها ماشي دي برضو نفس يعني لو جبت الجون هتلاقي المساحه اللي ورا الجون جاي من خلال رضا سليم استغل المساحه اللي في ضهر الباك رايت. هنا كهربا بيستغل المساحه اللي ورا الباك ليفت دي رقص فيها المدافع وسددها بشكل مش كويس. هتلاقي الهجمات كلها والخطوره بتاعت النادي الاهلي من خلال المساحات اللي ورا الظهرين. هات الحل اللي بعدها برضو نفس الشكل عايزين نجيب بس حته الارتداد. كمل هتلاقي برضو نفس الشكل يعني الارتداد هيكون واضحه جدا في رضا سليم المرتده اللي عملها رضا سليم لما استلم الكره مع كهربا لما راحوا اثنين والارتداد بتاعهم هتلاقي حتى احنا عدين اللعيبه. هات بس الصوره الحالات اللي بعدها هتلاقي عدد اللعيبه ورا هتلاقي فرقه سيمبا بتنفصل يعني تحس ان هم قدام خطوطهم هنا طبعا ده تكمله الهجمه. كهربا لما راح برضو من خلال ايه المساحه اللي في ضهر الباك الشمال. هنا الاستعجال انا بتكلمك فيها كدكتور احمد بتكلم فيها صبري اللي هو كان المفترض عنده مساحه وعنده وقت يقدر يتعامل بالكره بالشكل ده برغم لان رجله حتى اليسرى مش هي اقوى من عند كهربا في اللقطه دي. عنده المساحه وعنده الوقت ان هو يقف على الكره ويقدر يسجل بشكل سهل وشماله كمان بالظبط لازم يشغل شماله ما اختار شماله فلعبها باين. كمل هات كمل ماشي بعدها بديها هنا برضو لعبه في الدقيقه 12 هتلاقي نفس لعبه الهدف. بص هنا رضا سليم انطلق والباك اليمين ما رجعش معاه اصلا. الفكره دي واضحه جدا. يعني كمل هات الصوره اللي بعدها هتلاقي عدد اللعيبه بقى في حته الارتداد. ماشي هات الحاله الفنيه اللي بعدها على طول هتلاقي برده هنا طبعا ده برده من ضمن الحاجات اللي احنا برده لازم نتكلم فيها الاخطاء التحكيميه. دي هنجيلها يعني دي هنجيلها. هات بس بقيه الحالات الفنيه. كمل. دي ضربه الجزاء الثانيه اللي في الدقيقه 70 هنا ماشي الحالات. هو في حالات بس في الاول يا جماعه فيها الارتداد هتلاقي فيها ارقام 1-2 عدد اللعيبه لو معانا لو نقدر نجيبها دي برضو فدول المشكلتين اللي انت تقدر تستغلهم يعني انت برضو في ماتش العوده هتظهر المشاكل دي اكتر لان هم على ملعبهم هتلاقي هنا هم جايين عايزين يسجلوا هدف محتاجين يسجلوا بالزبط. فانت هتلاقي الفرقه دي جايه اكيد هو هيبدا بجون باليك اللي هو نزل في الشوط الثاني. انت كلمتني على نقاط القوه والتغييرات اللي عملها التغييرات اللي حصلت ما بين الشوطين يعني قصرت شويه افادت بس انا شايف ان العيب كان من عندنا احنا مش هم برضو احنا في الشوط الثاني تراجعنا شويه بدنيا تراجعنا مش تغييرات سيمبا اللي صنعت تفوق مش تغييرات مش لا احنا لما بنكون كويسين احنا اللي ما استغلناش الفرص في الشوط الاول. لو كنا استغلنا الفرص وقدرنا ان احنا نسجل هدفين او ثلاثه في الشوط الاول كنت التغييرات دي مش هتقدر تقول ان التغييرات هي انا شايف ان كده يعني انا شايف برضو ممكن التغييرات طبعا ساعدت سيمبا ان هي ترجع يعني ممكن مثلا عندك جون باليك رقم 4 المهاجم لما نزل رجع بقى طريقه لعبه اللي هي 4-2-3-1 براس حربه ميكوسوني خرج وسعيد اللي هو صانع الالعاب تحته مع كلاتسوس الشامه عملوا يعني جابها كويسه عمل تغيير كويس حتى صانع اللي هو اللعيب الارتكاز اللي نزل اللي هو اللعيب المالي كانوتيه اللي نزل مكان فابريس نجومه نزل وسجل بس انت عندك اخطاء فرديه في التمركز الدفاعي في الهدفين اكبر جدا من قدره فكره طبعا. القدرات الفرديه اللاعبين يعني الهدفين اللي جايين فينا حتى لو استعرضنا الهدف اهي دي صوره الارتداد. بص هنا بص هنا يا جماعه هتلاقوا احنا ايه سيمبا اللي لابس احمر بص عدد اللعيبه اللي احنا مظللينها قدام دي الكره اللي انت كنت بتتكلم فيها لا دي اللي قبلها اللي هي الانفراد بص عدد اللعيبه 1-2-3-4-5-6 6 قدام من سيمبا ما رجعوش
ولعيبه النادي الاهلي راح انفراد على اثنين بس، رغم ان اثنين على اربعه في سوء تمركز واضح جدا من دفاع سمبا. بس دي المشكله الاساسيه جايه منين بالكاميرا دي؟ جايه من الارتداد. الارتداد اللعيبه دي ما بترجعش. انت كان فريق داخل القاره بيعمل معاك الشكل ده اصلا؟ يعني باستثناء مباريات زي سان داونز وفريق زي مازيمبي شخصيته بتكون اندفاعيه كده. خلينا اعتقد ان الكاميرا دي كاميرا خاصه بفريق اعداد الاهلي خط احمر، صح كده؟ مش عارف هو اللي جايبها، لان اللقطه دي ما كانتش بالوضوح. وفي صوره ثانيه اقول له، في صوره ثانيه برده معانا احنا مركبين عليها، هتلاقي واحد اتنين تلاتة عاملين برضو ست لعيبة، هتلاقي برضو نفس الشكل. يعني الكاميرا دي موضحة الارتداد الدفاعي بتاعهم ضعيف جدا، تقدر ان انت تستغله. احنا في الشوط الثاني زي ما فارس اتكلم، في عندنا مشاكل في التركيز في الاخطاء الدفاعية ما ينفعش تحصل في مدافعين بيلعبوا في النادي الاهلي صراحة. يعني هو عبد المنعم دوليين، يعني ياسر ابراهيم وربيعة وكريم الدبي، الاخطاء انا بحمل خط الدفاع كله، يعني مش بالزبط. مش واحد بس او كده، لا خط الدفاع كله. لو استعرضنا حتى الاهداف بتاعت سيمبا، الهدف الاول جاي من خلال عرضيه بتتلعب في ظهر الباك ليفت. هنستعرض الاهداف، ولكن هنروح لكابتن صبري. يعني شايف الثغره الواضحه جدا او المشاكل الدفاعيه الواضحه جدا في فريق سيمبا، وفريق سيمبا يمكن زي ما قال دكتور احمد ثابت هيجي هو محتاج يسجل لان النتيجه 2-2. انت شايف مارسيل كولر بيبدا المباراه او فلسفه مارسيل كولر في بدايه المباراه ان هو يثبت نفس القصه برضا سليم وسرعات رضا سليم وبيرسي تاو، ولا هيبقى عنده فرصه ان هو يدي حسين الشحات مساحه من الوقت اطول، يكون حسين الشحات وبرده يعني ما يضغطش على رضا سليم؟ شايف ممكن يبدا ازاي وبنفس الفلسفه دي، ولا القصه ايه؟ وهل امام عاشور هيكون له دور على حساب محمد مجدي قفشه؟ اعتقد ان الشحات هيكون جاهز اكتر ان هو يكون موجود يلعب مده اطول، لكن ده برده ما يقللش من رضا سليم ولا يزيد حسين الشحات. احنا بنتكلم عن اثنين لعيبه كواليتي عالي جدا في ايا كان منهم مين منهم موجود في الملعب، فهو هيأدي المطلوب منه. امام عاشور هيكون اوبشن متاح اعتقد، لو هو جاهز 100% هيكون في التشكيل الاساسي حاضر، ده ما يقللش من قفشه ومن عوده قفشه الحقيقه في الشهور الاخيره، وانا عايز اتكلم عنه تحديدا لان قفشه انتقد كتير جدا الموسم اللي فات. بدا السنه دي بدايه كويسه جدا، واضح ان هو بدا يفهم طبيعه مركزه الجديد ويأديه بشكل كويس، قدرات دفاعيه اكبر، دي مساحات اطول من الملعب بيقدر ان هو يقطعها. دلوقتي اول راجل كان بيلعب في مركز 10 في مكان الجري فيه مش محتاج يعني او مش محتاج يجري مساحات كبيره، بيستلم بوضعيات معينه ما بيطلبش منه ادوار دفاعيه كتيره، فجأة لقى نفسه لا مطالب ان هو يقطع عمودي بطول الملعب وياخد الكرة ويجري وقدرات دفاعية، انا لازم ادافع واسند مع نمرة ستة اللي بلعب جنبه ومش عارف ايه، يعني حاجات هو طول عمره ما لعبهاش. ده حقيقي. فخد وقته واستشعر كده، عارف انت لما كارلوس كيروش جمع منتخب مصر وبدأ يعتمد عليه في القصة صحيح. دي كان هو حاسس انه مش مرتاح نفسيا. صحيح. فهو اعتقد حصل تغيير هنا الاول. بالظبط، هو خد وقته تماما ان هو يستوعب المشكلة فين ويبدا يشتغل عليها، وخد وقته واشتغل عليها، وبالتالي وما سمعش او ما سمعش للكلام الكتير والانتقادات الكتير، ما خدش منها الجانب السلبي، ما احبطش نفسه، كان ممكن ينتهي يعني من بعد الدعم الجماهيري اللامحدود ليه لفتره طويله من بعد نهائي القرن، ثم مع انخفاض مستواه او تغير طبيعه مركزه اللي ادت لانخفاض مستواه، بدات الناس تزوم عليه بقدر المحبه، لكن الراجل كان عنده شخصيه الحقيقه ان هو يعدي المرحله دي ويبدا الموسم الجديد بشكل مميز. لكن في الحته دي امام عاشور لازال عنده تفوق كبير، قدرات دفاعيه اكبر، سرعه اكبر، قدره على لعب الكرات الطوليه بشكل افضل بكتير، فبالتالي هو الاساسي في المكان ده، قدره على التصويب من خارج المنطقه، فهو بيديك الحقيقه حلول اكتر شويه من قفشه، فهو لو جاهز بالتاكيد هيكون متاح في التشكيل الاساسي. السيمبا هيلعب باندفاع، فالمشاكل دي هتظهر بشكل اكبر من او متوقع ان هي تظهر بشكل اكبر، لكن هل احنا هننزل المباراه؟ ده سؤال اللي هيجاوبه كولر، واحنا حاميين عايزين نسجل من الاول، ولا هنرتكن نتيجه الذهاب اصلا في صالحنا، فاحنا مش محتاجين ان احنا نندفع من بدايه المباراه. وجهه نظرك ايه؟ اعتقد ان انت محتاج اول 10 دقائق ان انت تحاول تسجل، لو ده ما حصلش هنهدى شويه، يعني انما مش هناخد مده طويله بنضرب، يعني مش مده طويله بنضرب، احنا نحاول ان احنا نخلص في اول 10 دقائق، لو جبنا جون المباراه هتبقى اسهل بكتير، لكن لو ده ما حصلش اعتقد ان احنا محتاجين نهدي الريتم شويه ونستحوذ ونبدا ان احنا ندور الكره ونحاول ان الكره تبقى في رجلينا اغلب الوقت، ومع الوقت نسجل. المباراه مش هتكون
صعبه ولا هتكون سهله، بس سهل جدا ان احنا نسهلها على نفسنا. في مشاكل واضحه في سيمبا نقدر نستغلها بالكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود عندنا، ونقدر نسجل ونخلص المباراه. لكن الناحيه الثانيه احنا عندنا مشاكل دفاعيه سببها عدم التركيز قولا واحدا ولا اي حاجه غير عدم التركيز، وان في لحظات واحنا بتتلعب علينا الهجمه، خصوصا لو احنا مندفعين واتلعب علينا التحولات، المدافعين بيبصوا على الكوره مش بيبصوا على اللعيبه اللي جايه، ودي كارثه كبيره ما ينفعش تيجي من خط دفاع كله دولي الحقيقه. فمش طبيعي ان انت كمساك او انت كظهير ان انت تبقى عينك على الكوره بس طبعا. يعني فالحقيقه ان احنا بنستقبل الاهداف من كرات عرضيه بسبب المشكله دي، ان اللعيبه دايما بيكون عينيها على الكوره. الهدف الثاني واضح قوي، مهاجم سيمبا طالع وسط اربع مدافعين من النادي الاهلي لوحده، ده حقيقي. يعني الناس بتشيلها للشناوي، والشناوي ابعد ما يكون يعني جداً. ابعد ما يكون عن انه يشيل الحقيقه كره زي دي. فالالتزام الدفاعي مطلوب، عوده محمد عبد المنعم هتوفر مش بس حلول دفاعيه كويسه، لكن كمان قدره على بناء اللعب. احنا كان عندنا مشكله واضحه جدا ان احنا مش قادرين نبتدي اللعب من منطقتنا ونطلع بالكره ونتدرج بيها، لان الاثنين مدافعين اللي عندنا اجريسيف اقوياء، كل هدفهم ان هم يقطعوا الكره، قدرتهم على بناء اللعب مش زي عبد المنعم ومتولي، لكن هم عندهم مميزات اخرى. المميزات الاخرى دي بتبقى حلوه قوي لو عندك ربيع عنده قدره على بناء اللعب بشكل جيد، لكن برضه هو في الاساس يعني نمره واحد عنده انا بندفع. يعني احنا ساعات حتى بنقول ايه، ساعات بيبيع نفسه، عنده الخطوه الزياده، عنده الخطوه عنده الخطوه. لا انا بتكلم، لكن بتكلم على بناء اللعب. بناء اللعب هو بيستطيع يعني بصراحه، واحنا بنتكلم قبل الدوري هم اللي كانوا في حته في الاثنين تيمبو عالي، تيمبو عالي قوي طول المباراه. ده حلو ان يكون عندك واحد منه في الملعب مش الاثنين مع بعض. يعني لو عبد المنعم او متولي موجود في الملعب وجنبه رامي او ياسر، الثنائيه هيبقى شكلها افضل بكتير. انما الاثنين مع بعض بتبقى العمليه صعبه. وجود محمد عبد المنعم في ماتش العوده هيسهل عليك ان انت تبدا هجماتك كمان بشكل منتظم. الكرات الطويله اللي بتلعبها احيانا وبتلجا لها هو ممتاز جدا فيها، فهيبقى عندك حلول هجوميه كمان بوجود عبد المنعم تقدر ان انت توصل بيها وتسجل. فان شاء الله تبقى مباراه كويسه يعني في العوده ان شاء الله. دكتور ثابت، عندنا كده بعض الذكريات فيما يخص الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي زي كده مباراه الملعب المالي، ان شاء الله ده ما يحصلش، بس فكره انك تلاقي نفسك بتستقبل هدف وتبقى عايز ترجع في النتيجه مع فريق زي سيمبا، انا بقول لك هو عنده الشخصيه بتاعه ان لا هينزل فيه جزء من الاندفاع. طبعا كابتن صبري اتكلم في فكره قدرتك على التعامل مع ده، وقدرتك على فكرة ان انت كمان ما تكونش عندك الضغط العالي، وتكون ان انت بتلعب على اعتبار ان كأنك انت متأخر في النتيجة، انت مش في حاجة ان انت تعمل ده. ولكن فريق هيندفع، عنده سرعة، عنده قدرة بدنية، عنده حاجات من المباراة اللي فاتت انت شفتها، ايه اللي نخاف منه في المباراة دي؟ يعني ايه اللي خصوصا في ظل اخطاء دفاعية حصلت، ايه اللي انت تبدأ تقول للنادي الاهلي او تبدا تتكلم تقول دي نقطه مميزه احنا لازم ناخد بالنا منها؟ هو اهم نقطه عندهم التسديدات من مسافات بعيده. الفرقه دي بتشوط من بره منطقه الجزاء بشكل كويس جدا. لو نفتكر هم كانوا جابوا فينا جون حتى ايام ميكوسوني هو اللي كان سجل، وفي شوطه جت في القائم او في العارضه في الشوط الثاني برضو من مسافات. هم التسديدات اللي من بره دي بس انا بشوف في مباراه الاياب هتحتاج مروان عطيه اكتر من كوكا. ليه؟ انت اهم لعيب في الملعب هيبقى رقم 6. انت فرقتك كلها هتبقى متقدمه بشكل، طبعا عوده امام عاشور بالتاكيد. قلنا كل تغييرات الفريق بقى مش مروان عطيه بس، منعم يعني منعم اكيد هيخش جنب ياسر ابراهيم. طبعا عوده محمد عبد المنعم مهمه جدا. حتى في الجون الثاني اللي دخل فينا هي كانت مشكلتنا ايه تحديدا؟ في مشكلتنا ان انت لو بصيت على الفرقه ال11 لعيب عنصر طول القامه مش موجود غير في ثلاثه بس. يعني كوكا مش طويل، خلي بالك النقطه دي مهمه، ده عانينا من ده في ماتش التحول العاصمه جدا. دي مهمه. كريم الدبيس نفس القصه، كريم الدبيس نفس القصه. مين كمان لو عدناهم؟ حتى هتلاقي اللعيبه العنصر الطول قدام رضا سليم مش طويل، بيرسي تاو مش طويل، هات الكره الثانيه بتاعه الضربه الركنيه كده هتلاقي اللي كان اللي سجل الهدف اصلا مين اللي ماسكه؟ بيرسي تاو. عشان كده هو راح وجرى وتقدم في عنصر اهو. بص هنا اللي ماسك اللي جاب الجون اللي هو الجون الهدف الثاني هتلاقيه بيرسيتاو قفشه مش طويل. فانت مفتقد لعنصر الطول. عنصر الطول ده كان بيبقى موجود مثلا في واحد زي مودست، واحد زي محمد عبد المنعم، واحد زي امام عاشور برده في الحته دي في الالتحامات. بس هو موجود في الاثنين، موجود في ربيعه وياسر بس. يعني في عنصر الطول مش موجود غير وكوكا مش طويل. مروان عطيه في الالتحامات اقوى من كوكا في الحته الهوائيه. حمدي فتحي لما كان موجود، حمدي فتحي برافو عليك، بيلعب براسه جدا. حمدي يعني فتحي السنه اللي فاتت كان بيفرق معاك في الحته دي، بول وينر طبعا. فانت السنه دي
مشكله النادي الاهلي مفتقد اللعيبه اللي هي طويل القامه شويه في الالتحامات الهوائيه. انا حسيتها في ماتش اتحاد العاصمه دي جدا. دي اه دي انا بدات احسها في الفتره الاخيره شويه، دي انا بشوفها نقطه حتى في الكره دي. كابتن صبري اتكلم على نقطه مهمه جدا، ان اللعيبه بتتكلم او بتبص على الكوره، ما بتبصش على المان بتاعها. هنا اللعيبه سرحانه، اتلعبت في ظهر المدافع، الشناوي برده خد خطوه ورجع واتلعبت عرضيه جت جون، فدي اخطاء فرديه. الاخطاء دي محتاجه ان هي تركيز، محتاجه شغل اكتر في الكرات العاليه اللي علينا، عشان الماتشات حتى ان شاء الله لما نصعد الماتشات اللي جايه وماتشات دوري ابطال افريقيا انت عايز تطور. لكن تيلا من إيه او التشكيل ايه الافضل من وجهه نظري؟ لازم مروان عطيه يبدا في الحته دي، لان انت فرقتك هتبقى نازله ضغط عالي اكتر، انت اللي عليك الضغط اكتر، عايز تهاجم كمان، عايز تجيب جون، حتى هم هيبقوا فاتحين، بس فرقه سيمبا فرقه عشوائيه شويه. يعني ايه عشوائيه؟ ممكن تلاقيها بتهاجم فجاه تلاقيها بتدافع. مروان عطيه مع امام عاشور، مروان عطيه وامام عاشور وديانج ثلاثه في وسط الملعب. اعتقد ان مروان عطيه وامام عاشور وديانج ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وهاني ومعلول، الثلاثه اللي قدام انا شايف ان هم الثلاثه اللي ماشيين بشكل كويس. رضا سليم بدا ياخد الثقه وماشي بشكل كويس. رضا سليم ماشي بشكل كويس وعنده السرعه، وبعدين الثغره اللي موجوده في ورا كامبومبي اللي هو الباك رايت بتاع سيمبا، يقدر رضا سليم اسرع في هداف برضه. حسين الشحات لعيب كبير، بس رضا سليم انا بشوفه ان هو في الحته دي في الماتشات دي هتحتاجه، وبرضه ما يبقى معاك اجنحه كتير تقدر ان انت تستخدمها. دي الفرق الكبيره، انت بتلعب في دوري ابطال افريقيا. يعني احنا دايما ندخل معاه وبرضه يطلع كلام صح، بس حته رضا سليم اسرع. اعتقد دكتور احمد بيتكلم في نقطه ان هو حاسم اكتر في قراراته، يعني ما عندوش السنه الزياده اللي عند حسين الشحات. يعني حسين ممكن رقص ترقيصه والثانيه، بص هقول لك هيعمل الترقيصه الاولانيه احنا قلنا ايه؟ قلنا النقطه اللي هي الارتداد الدفاعي صحيح. بتاعهم، فانت هم بطء، يعني عندهم بطء جامد في حته العوده صحيح. مين اسرع واحد؟ دكتور هو مش وارد ان انا كفريق سيمبا دلوقتي ان انا انزل بلعب قدام النادي الاهلي وبلعب وسط جماهيره، انا ليه اخد زمام المبادره حتى لو انا عايز اسجل هدف؟ طب ليه ما اكسبش وقت امام النادي الاهلي وسط ملعبه، ان انا اطلع بالشوط الاول بنتيجه سلبيه وابدا العب على فكره ان انا اسجل هدف ده في الشوط الثاني؟ ويمكن عملناها احنا في 2006 لما لعبنا الصفاقسي في تونس، فقصه انا عايز اسجل هدف، بس انا مش مطالب اسجل هدف من الدقيقه الاولى، او مش مطالب ان انا اسجل هدف من اول ربع ساعه. ممكن هو يلعب على انه يحافظ على انه ما يستقبلش هدف ويمتص حماس الجماهير ويمتص حماس لعيبه النادي الاهلي ويبدا يسير المباراه بشكل مختلف تماما. هل ده وارد؟ وارد يعني كلامك، بس هم فرقه طب مش هو لو ده وارد يبقى رضا سليم ولا حسين الشحات؟ لا رضا سليم ماشي بشكل كويس، جايب جونين في اول اربع ماتشات، هداف. يعني حاله رضا سليم هتبعت لي على الواتساب ان كل مره هرانوا على حاجه رضا سليم اللي هيجيب جونين في الماتش ده. انا شاهد، بس خلي بالك في نقطه في اللي قالك رضا سليم، وانا بقول لك حسين الشحات هيبقى تمام. فكره ان هو يلجا للسيناريو بتاع الاهلي قدام الصفاقس دي انا بشوف ان هي بعيده شويه لسبب، لان هو اصلا عنده مشاكل دفاعيه. ما هو يعني ده سبب قلق ان هو ما عندوش القدره ان هو ينزل يهاجم. لكن للدفاع يعني هتبقى مغامره كبيره قوي منه. انا شايف ان هو لا، يعني انا احاول ان انا اسجل حتى لو استقبلت انا موجود في الجيم. يعني لا انا معاهم، لان عايز اقول لك حاجه، في ثلاث فرق سان داونز، مازيمبي، سيمبا، الثلاث فرق دول ما بيعرفوش يلعبوا غير هاي تيمبو ويبدا يضغط بره ملعبه جوه ملعبه هم. خلي بالك عنده شخصيه كويسه جدا، هي دي بص طبعا على نتائجه الاخيره في الدوري. سيمبا عشوائي مش منظمين خالص بس عنده شخصيه في ايه؟ فكره كمان شخصيه بطل، بمعنى لو بصيت على نتائجه الاخرانيه في البطوله المحليه، يعني ثلاث ماتشات الاخرانيه يتاخر في النتيجه ويطلع كسبان. لا واتاخر قدامنا في وقت المباراه وقدر يرجع الثانيه كومباك علينا. انت فرقه مش بتستقبل هدف وتموت، لا بالعكس ده بينتفض، ودي شخصيه مش موجوده في فرق كتير، ان هو لما يتاخر يرجع. انا شايف الاهلي مش هيديهم الفرصه لده، لا هيجبرهم على الحاله الدفاعيه. يمكن المميز في الفرقه دي يا دكتور احمد ان احنا كنا عندنا مشكله تقريبا في زون 14 في الماتش بتاع الذهاب، ان بيقدروا ينقلوا الكره بشكل سريع جدا وبمهاره كبيره جدا، وده كمان مع قدرتهم على التصويب بشوف ان هنا ممكن يشكلوا خطوره. شايف ان فعلا هنا في الوقت الحالي انت محتاج بالفعل ان مروان عطيه هو اللي يكون متواجد في المنطقه دي؟ صح، انا اتفق معاك ان انت هم عندهم بيروحوا باثنين في انصاف المساحات، يعني ميكوسوني بيخش لجوه، كلاتوس تشاما بيخش لجوه، مع سعيد رقم 10 بيخش لجوه، فبيبقوا ثلاثه هم خطورتهم كلهم في العمق، وتحس ان هم اثنين جايين عليك على لعيب واحد بالزبط. وبيشوطوا يا اما يشوط يا اما يعمل 1 2 يروح. فهو هم خطورتهم من العمق، يعني خطورتهم ان هي اللعيبه كلها بتتجمع،
في العمق كده فجأة، حتى بطريقه تحس ان هي مش منظمه، هي تحس ان هي فرديه وبيحاولوا يعملوا 1 2 ويخش. فعشان كده بشوف ان مروان عطيه في المباراه دي مهم. ليه؟ الرقابه الوقائيه، او انت عايز وانت بتهاجم مين اللي هيبقى حاميك ورا، مين اللي واقف، مين هل كوكا ولا مروان عطيه. بشوف ان مروان عطيه في الحته دي هيبقى افضل عكس كوكا في الماتشات اللي انت محتاج تستحوذ فيها وتسيطر وكده، لكن مروان عطيه في الارتداد الدفاعي افضل في الحته دي. يعني مروان وامام عاشور وديانج الثلاثه دول تحديدا اعتقد ان هم يدوك امان في الحته دي ويامنوك في وسط الملعب. بمناسبه بس رضا سليم، انا معايا ليه احصائيه مهمه جدا طبعا، ان هو صاحب اول هدف في الدوري ده في الدوري الافريقي، هو دخل التاريخ بتاع النادي الاهلي. ليه؟ لان كل بطوله في لاعب سجل فيها اول هدف. لو استعرضناها حتى هتلاقي رضا سليم في الدوري الافريقي قدامنا اهي، البطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي هي بالمسمى القديم، الكابتن محمود الخطيب كان سجل الجون سنه 76 قدام مولوديه الجزائر. السوبر الافريقي كابتن خالد، ده لما خرجنا من الدور من اول دور، كابتن خالد بيبو في قدام كايزر تشيفز في السوبر الافريقي في 2002. الكاس الافرو اسيويه والدوري الابطال افريقيا بالمسمى الجديد كابتن حسام حسن هو اول من سجل هدف للنادي الاهلي في البطوله دي. جيلبرتو اول من سجل هدف للنادي الاهلي في كاس الاتحاد الافريقي. كابتن طاهر ابو زيد اول، جيلبرتو سجله في النصر الليبي سنه 2003. كابتن طاهر ابو زيد اول من سجل هدف للنادي الاهلي في كاس الكؤوس الافريقيه قدام جمعيه الحليب المغربي سنه 84. كابتن محمد ابو تريكه اول من سجل هدف للنادي الاهلي في الكونفدراليه بالمسمى الجديد كانت سنه 2009 قدام سانتوس الانجولي. فكده رضا سليم دخل التاريخ معاهم. رضا سليم دخل التاريخ معاهم واصبح اول من سجل هدف للنادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي. هي احصائيه ممتازه، وعايز اقول لك ان رضا سليم واضح ان هو بادئ مع النادي الاهلي في البطولات، يعني هو اول من سجل للنادي الاهلي في الدوري امام المصري واحد في اول الهدف، وهو برضو اول من سجل للنادي الاهلي في السوبر الافريقي. وبتقول هيجيب جونين، انا اتمنى طبعا، انا مش رانك في قصه ان هو يجيب جونين، هيبعت لنا لكن هو الشحات اللي هيسجل الجولين، فتبعت انت تكون الشحات هو اللي سجل الجولين. صبري، عايز بقى بعيدا عن الامور الفنيه اخدك برضو لحته مختلفه شويه. شفنا البطوله، انا حسيت الاتحاد الافريقي عنده رساله بيوجهها، ان عارف انت كده فكره النيو جينيريشن، ده جيل جديد من البطولات الافريقيه. وجود انفانتينو، ارسن فينجر، كولينا، والشكل والصخب وافتتاح وكل الكلام اللي كان بيتقال ده، حتى كان الخطاب الحماسي قوي من موتسيبي، يعني انت تحس الراجل يعني عايز يوصل رساله ان البطوله دي مختلفه، تداركوا الامر في موضوع الجوائز. شفت القصة دي ازاي؟ وبتشوف البطولة دي ازاي؟ وبتشوف قرار الأهلي في المشاركة في البطولة دي، أنت كنت شايف إن القرار ده صائب؟ وبتشوف البطولة دي مستوى قوتها، هل هي في المستقبل ممكن تبدأ يعني يكون في توسع ليها وزيادة في قوتها وعدد الفرق ونظامها على حساب دوري أبطال أفريقيا، ولا بتشوف ستظل بطولة دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأولى داخل القارة؟ اعتقد انه مع الوقت ممكن السوبر الافريقي لو محطوط له، او الدوري الافريقي زي ما اعيد تسمياته يعني، ياخد المكان ده، لان الجوائز بتاعته اكبر، فواضح ان الاعتناء بيه هيكون اكبر، بيحاولوا يوفروا له اكبر عقود رعايه. كانوا بيحاولوا ان النسخه الاولانيه يكون فيها انديه اكثر مشاركه، لكن مع ضغط المباريات والاسباب كتير قرروا ان هم لا، احنا ناخد اهم 8 انديه. يمكن ده جه في مصلحه البطوله، خلي بالك في بدايتها. صحيح صحيح، لان 8 انديه كبار و8 انديه عندهم جماهيريه كبيره جدا، فنيا كويسين جدا، فهتبقى نسخه اولى تجريبيه زي ما بنقول قويه. مع الوقت اعتقد ان خصوصا لو الجوائز وصلت لارقام كمان اكبر من كده، ان هي تاخد مكان دوري الابطال، لكن ده هيكون فورا ما اعتقدش. يعني احنا قدامنا عدد من السنوات لحد ما البطوله دي تستقر زي ما بنقول، وتبقى هي اللي مسيطره، وبعدين يبداوا يتكلموا في دوري ابطال افريقيا ده هيكون وضعه ايه. لحد ده ما يحصل، دوري ابطال افريقيا لازال هو المؤهل لكاس العالم للانديه، فلازال هو مهم. دي نقطه. البطوله دي مهمه لانها احتكاك قوي، لان فلوسها كتير طبعا، جزء مهم جدا جدا مالية. يعني ده السبب رقم واحد، انت داخل البطوله دي لاعتبارات ماديه، هتفرق معاك في الميزانيه بتاعتك بشكل كويس. بطوله جديده يعني عقود رعايه جديده وافق جديده انت بتفتحها بالظبط، فهي بطوله مهمه، لسه ما بقتش البطوله الاكثر اهميه، لكن هي دلوقتي نظريا ممكن نحطها على قدم المساواه مع دوري الابطال.
قرار مشاركتنا فيها وقرار منطقي الحقيقه. ما كانش ينفع بطوله زي دي تقام في نسختها الاولى والاهلي يكون براها او بعيد عنها. كمان الاهلي هو اللي افتتح البطوله، اللجنه المنظمه او الاتحاد الافريقي اختار ان المباراه اللي يكون طرفها النادي الاهلي وتكون بره في ملعب كبير زي ملعب سيمبا وبالحضور الجماهيري ده عشان الشو كمان كله يبقى شكله حلو. ده يوديك ويوريك قد ايه قيمه النادي الاهلي لما اخترنا ان احنا نعمل بطوله جديده بعهد جديد وفي حماس شديد زي ما انت قلت، انفانتينو موجود ومش عارف ايه، يعني بنعمل شو كبير طبعاً جدا. طبعا كان واضح كان لازم يكون من ضمن الشو ده النادي رقم واحد في افريقيا يكون موجود في ارض الملعب، يكون هو اللي بيفتتح وبيقص شريط المباراه. ده حقيقي. لا بس هي شريط المباراه دي معتمده على القرعه الى حد ما، لان انت واجهت سيمبا لان كان متحدد الملعب ان هو يكون في تنزانيا، والقرعه هي اللي جابت النادي الاهلي لطريق سيمبا. لكن النادي الاهلي هو الفريق الاول افريقيا ويمكن كمان اكثر الانديه في القيمه التسويقيه. دكتور احمد، ورايك برضو في البطوله دي، وخاصه كمان رايك في مباراه سان داونز وبيترو اتلتيكو اللي كانت قبل دخول الهواء، وسان داونز مرشح محتمل لمواجهه محتمله في حاله فوز النادي الاهلي على سيمبا التنزاني. ده ما بقاش محتمل. ايه ده ما بقاش محتمل خلاص جايه. لا انا بتكلم عننا احنا، نفوز ان شاء الله احنا اللي محتملين. ما بحبش نسبق الاحداث عشان ما نمنحش اننا راحه للاعبين. انت لسه الكره في الملعب، تفوز تبقى بعيد في الدور التالي، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. وبالتالي هو مواجهه محتمله ما بين الاهلي المرشح المحتمل وما بين سان داونز ايضا المرشح المحتمل، لان كره القدم فيها الكثير. ولكن ويليامز النهارده ريح سان داونز بشكل كبير جدا وذكر الناس باطهر الطاهر في تصديه لركله جزاء امام فريق بيترو اتلتيكو. فشايف المواجهه المحتمله دي ازاي، وشايف البطوله والقيمه التسويقيه للفرق المشاركه في البطوله واختيار الفرق دي تحديدا لاول نسخه من هذه البطوله؟ شايف ان النسخه طبعا نسخه بطوله قويه جدا، بشوف ان المكاسب فيها كويسه بالنسبه للانديه لما تاخد مركز اول 4 مليون دولار، المركز الثاني 3 مليون دولار، يعني مجرد ان انت شاركت في البطوله بس ضمنت مليون دولار، والتنقلات على الكاف يعني على الشركه الراعيه اللي هي الايطاليه. انت بتتكلم ان لا يعني البطوله كويسه جدا، وشايفها برضو لما تتوسع بشكل اكبر كمان السنين الجايه اعتقد ان هي هتبقى مفيده جدا. بالنسبه للقيمه التسويقيه، النادي الاهلي ونادي سان داونز هم اعلى اثنين قيمه تسويقيه اصلا موجودين في البطوله. النادي الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته 30 و35 من 100 مليون يورو. معانا الاحصائيه برضو 30 و35 مليون يورو. النادي الثاني سان داونز 29.1 تقريبا نفس بس طبعا النادي الاهلي اعلى مليون، يعني اعلى رقم واحد، نادي سان داونز رقم اثنين. دول في حته، وبعد كده رقم ثلاثه نادي الوداد، الوداد المغربي 19 مليون يورو. بعد كده رقم اربعه الترجي التونسي 17.9 مليون يورو. بعد كده بيترو اتلتيكو، دول برضو الاثنين في حته، وبعد كده الاربعه الاوائل في حته اللي هم غالبا ان شاء الله هيكونوا المربع الذهبي يعني. ان شاء الله لو نستعرضها برضو هنلاقي بيترو اتلتيكو الانجولي 3.5، بعد كده سيمبا التنزاني 3 مليون يورو قدامنا اهي، بعد كده مازيمبي الكونغولي 1.9، بعد كده انيمبا اقل فرقه في القيمه التسويقيه 150 الف يورو. طبعا الاغلى لعيب في البطوله اليو ديانج في القيمه التسويقيه الحاليه 4.5 مليون يورو اليو ديانج، يليه محمد عبد المنعم 3 مليون يورو، يليه محمد الشناوي 2.5. يعني اغلى ثلاث لعيبه في البطوله من النادي الاهلي، يليهم يحيى عطيه الله من الوداد المغربي 2.5، يليهم بيتر شيلويل من سان داونز 2.5. مباراه النهارده ما قلقتنيش بصراحه من سان داونز. كل سنه كنت بشوف سان داونز طبعا فرقه قويه، بس انا شايف ان نسخه السنه دي لسان داونز مش اقوى من السنه اللي فاتت. النسخه بتاعت سان داونز السنه دي ان شاء الله انا شايف ان النادي الاهلي هو اقوى فرقه في البطوله، مع عندنا بعض المشاكل اللي اتكلمت فيها اللي هي نقطه الالتحامات الهوائيه الكرات العاليه. سان داونز الشوط الاول كان سيء جدا، أسوأ شوط لسان داونز من فتره طويله. يمكن كانوا يطلعوا خسرانين 2-3 الشوط الاول النهارده من بيترو اتلتيكو، الحارس ويليامز شال ضربه جزاء، شال انفرادين محققين. الشوط الثاني، الشوط الاولاني تحديدا برضو كان فيه يعني المدرب كان بصراحه بيلعب كتير في التشكيل بطريقه غلط، يعني عبد المنعم بطيل المغربي مساك وداه باك ليفت، مديبة الباك ليفت لعبه في وسط الملعب. لوكاس روبيرو وبيتر شيلويل اللي هم الاثنين المهاجمين الاساسيين، لوكاس روبيرو ده برازيلي جايبينه احسن لاعب في سان داونز السنه دي، وبيتر شيلويل مش موجودين. فكان في ممكن ما نحكمش على سان داونز في الشوط الاول، ناخد النسخه لسه من الماتشات تيجي، واللعيبه برضو ممكن يكونوا راجعين من التوقف الدولي. حتى في البطوله المحليه يعني خسروا كاس الرابطه، يمكن كان بدون الدوليين، ولكن برضو فكره في اخفاقات بتحصل مع فريق سان داونز. بس خلي بالك المدرب بتاعهم مكوينا ما خسرش ولا ماتش مع سان داونز الا ماتش واحد بس، ماتش واحد بس طوال مسيرته في اخر سنتين، ما خسرش غير ماتش واحد وكان في الكاس 2-1.
حتى ماتشات دوري ابطال افريقيا كلها خسر مثلا من الوداد ما خسرش تعادل رايح وجاي. طب انت كده طمنت ولا لا؟ بس انا شايف لا السنه اللي فاتت بس نسخه ما فقدش حد اصلا بس نسخه اقل بحيث ان هم ايه السنه اللي فاتت تحس ان هم كانوا اقوى فرقه اتقل منظمه اكتر. مستعجل انت شويه بس هم السنه دي ما فقدش حد على مستوى السكواد. هو ضاف طبعا يعني ضاف ضاف لوكاس روبيرو بس انا لما اتفرجت عليهم النهارده حاسس ان هم يعني الشوط الاولاني تحديدا كانوا يطلعوا كانوا يخسروا 2-0 تحس ان هم برضو عشان الشوط الثاني ظبطوا لما ودى بقى مديبة باك ليفت. مطمني نسبيا فكره عدد البطولات اللي سان داونز هيلعب فيها انه ما يكونش عنده القدره زي النادي الاهلي انه يتماسك في العدد ده من البطولات. بس خلاص يعني انا خلاص يعني لان انت بتتكلم في ثلاث اسابيع هو كده كده في توقف اصلا للمباريات المحليه سواء لكل الفرق. وهنا هروح لسؤال لصبري في حاله فوزنا ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله هيكون عندنا مباراه تاليه مع سان داونز في جنوب افريقيا يوم الاحد. شايف التوقيت اللي اتلعبت فيه البطوله وتحديدا حتى توقيت اول مباراه بعد التوقف الدولي ب 72 ساعه القصه ازاي؟ ولكن يعني سريعا كده ننهي بيها الكلام عن هو بص موضوع تحديد مواعيد المباريات ده هي يعني صعبه الاستحقاقات كبيره جدا وكتيره جدا ودي انت اصلا عندك مشاكل في تنظيم هذا الكم من المباريات والبطوله دي مش موجوده يعني قبل البطوله دي تبقى موجوده انت اصلا عندك مشكله في وعندك ام افريقيا كمان فكره انك بتكلم الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي نفسه هو نفسه بطولاته متعارضه بالظبط وعنده مشاكل اصلا في تنظيمها على مدار السنين اللي فاتت فانت عفوا احنا قلنا نص كده مش هتلحق انت ضيعت نص دقيقه حد جاف سيرتي فانت انت مجبر خلاص كده يعني متسرع اللمسه الاولى لازم تهدى عندك شويه هتمرن مع كهرباء فانت مجبر خلاص هو ده الوضع انت في كاس امم افريقيه وفي تصفيات كاس عالم وفي توقفات دوليه كتيره جدا وفي بطولات افريقيه انت عندك دوري الابطال وعندك الكونفدراليه وحطيت عليهم كمان بطوله فخلاص هو الجدول كده انت خلاص يعني مضطر للاسف ان انت تلعب هذا الكم من المباريات في عدد ايام قليل وانت عارف ده من قبل ما تدخل قائمه الفريق محتاجه تكون لا تقل عن 35 لاعب تقدر تتحرك فيهم عشان تعمل الروتيشن ما بين البطولات دي ده السبيل الوحيد وزياده عدد المحترفين الاجانب دي حاجه لازم يبص فيها الاتحاد المحلي لان ده ايضا هيفرق كتير مع الفرق مع المنافسات اللي بقت تحصل اكيد كنا معاكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر نتمنى نكون عند حسن ظنكم وبنحاول ناخد لحظات وسط ضغوط كتير جدا وامور كلنا همنا فيها واحد ان شاء الله نتمنى الافضل لبلدنا ان شاء الله نشكر طبعا يعني كابتن صبر سراج ونشكر طبعا الدكتور احمد ثابت يعني نورتونا الحقيقه وقدمتوا فقره مميزه ضيوف دائمين ما اقدرش اقول يعني انتوا ضيوف انتوا اصحاب برنامج وفقره دايما بتعتادوا عليها ونتمنى تكون عند حسن ظنكم نشوفكم في حلقات جديده من الاهلي خط احمر.